عن خطوات الدراسة والتخصص والطب النفسي من نواحي كثيرة، منها مثالا وليس حصرا مزايا التخصص في الطب النفسي، التخصصات والمهارات ذات العلاقة، فرص الوظائف في المملكة المتحدة. كمان دكتورة تماضر متضمنة نصائح للطلبة المقبلين والراغبين في دراسة الطب، وامتيازات دراسة الطب النفسي في المملكة المتحدة من خلال تجربتي كطبيب ممارس. دكتورة تماضر إذا أنت ريدي، أو دكتور ياسين. دكتور ياسين اتفضل، بعدك نمشي تمام لدكتورة جدا، تماضر. بس نعمل شير في الفيسبوك و طيب دكتورة ناظر جاهزة؟ ايوه انا جاهزه، اهلا بيكم. دكتور ياسين مايكك هنا مقفول، احنا ما سامعينك. اوكي ايوه تمام، انتوا الزوم بتاعكم بدا خلاص؟ نحن بس منتظرين دكتورة ناظر تدينا الكونفيرم عشان نعمل شير في الفيسبوك. انا جاهزه معليش. طيب انا جاهزه يا دكتور ياسين. قبل اللايف لو عندك أي جهاز تحاول معك عندك نايز. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رمضان كريم على الجميع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله سبحانه وتعالى ونلجأ إليه بالدعاء أن يجنب بلدنا شر الفتن، ونسأل الله سبحانه وتعالى رمضان الجاي بلدنا تكون في أحسن حال. الليلة يا جماعة هنستضيف مرة ثانية وعبر مبادرة الباحثين السودانيين. مبادرة الباحثين السودانيين يا جماعة يعني مبادرة أكاديمية، مبادرة بحثية تهتم بالشأن الأكاديمي والشأن البحثي، ولها أكثر من 700,000 عضو في مختلف أنحاء العالم من السودانيين ومن غير السودانيين، ولها برامج كثيرة جدا جدا، ومن ضمن البرامج بتاعتها اللي دايما أنا بذكرها مشروع الملخصات الصوتية، ملخصات الكتب الصوتية، وبنقوم على أنفق هذا المشروع دكتور النعمة الفارحي حامد. وبتمنى إن الناس يا جماعة يعني تعمل شير أو تشارك الكتب، لأنه بيعملوا تلخيص للكتب بصورة احترافية جدا جدا. عندنا برضه يا جماعه مشروع المنتدى الاقتصادي، وده قام على عمل بروفيسور صادق في جامعه ملتيميديا في اندونيسيا، وقدموا اكثر من 70 محاضره قيمه جدا جدا، وعملوا كورسات في البحوث العلميه. ثالثا وليس اخرا، انا نعم اسمح لي اقاطعك، الصوت هنا عندنا ما مسموع خالص بقطع، فما عارفه اذا تقدر تبعد السماعه اي ديفايس عنك ولا، لانه الصوت هنا بيقطع شديد، ما قادر الناس كلها بتقول ما طيب عندك. كده صوت كده صوت كده. طيب انا ممكن اقترح حاجه يا ياسين، اذا ممكن تخش على الكلب هاوس وتعمل اللايف انت براك، وكلنا صوتنا هيظهر، نحن قاعدين في الكلب هاوس هنكون ظاهرين اذا انت دايركتلي. انا تخيل لي الزوم عنده مشكله مع الكلب هاوس. تمام تمام اوكي جدا. اوكي كده هو صوته واضح يا دكتوره تناظر، لو هسي بس نسي بعمل الاستعمال الوضعيه هسي هو عامل يعني كده، بس انا التليفون كان بعيد يعني في الكلب هاوس. طيب هسي كده احسن يعني؟ تمام كده ممتاز شديد. خلاص تمام ممتاز. طيب شكرا. والمشروع المشروع الجديد بالاهتمام هو مشروع ونس على دروب النجاح، وونس على دروب النجاح استضفنا فيه اكثر من 70 عالم سوداني بمختلف المشاعر بتاعتهم، يعني من المجال الطبي، من المجال الاكاديمي، من المجال الفني، من مجال العلوم، كل المجالات. الليله كمان يا جماعه بنستضيف ونس على دروب النجاح ايدوكيشن هاب يوكي، وهو اليوم طبعا في الكلوب هاوس، وتجربه جدا جدا برضه بتناول يا جماعه
المشاريع الأكاديمية وياريت أستاذ الإخلاص يخلي لنا التعريف بتاع الكلاب هاوس بتاعه. شكرا يا دكتور ياسين، ان شاء الله حاضر. بس برضو لو حاولت تعالج لنا مشكله صوتي عشان كلنا نقدر نفهم. انا الان حشغل التسجيل حق النادي. مرحبا بك ومرحبا بك تناظر. شكرا جزيلا استاذ نهال ياسين الصوت سيء جدا. تخيل لي المشكلة بتكون في الزوم يا دكتور ياسين، المشكلة ما في الفيسبوك مع الكلب هاوس. أنا ملاحظة لأنه الزوم بيجيب الصوت متأخر فبيحصل زي تردد. أوكي طيب أنا سامعك كويس وقافل المايك. أنا سامعة التردد، أنا سامعة الصدى الصوتي. لكن هو قبل شوية دكتورة تناظر لما كان بيتكلم كان بيتكلم عن التردد، فكده يواصل دكتور ياسين. طيب اتفضل يا دكتور. طيب تمام. طيب قبل ما اقدم لكم يا جماعه دكتورة تناظر، لكن عايز اتكلم لكم عن حاجه. في دكتوره بتاعت علم نفس اسمها الدكتوره جوين اتشيت. دكتورة جوين أتشير دي عملت كتاب، فكتاب جميل جدا اسمه The Devil You Know، الشيطان الذي تعرف. فهي من خلال تجاربها ومن خلال المرضى اللي عملت معاهم، يعني مجرمين، ناس يعني حصل فيهم حالات يعني بتاعت broken down، يعني انهيار وكده، فطلع الكتاب جميل جدا. ففي النهاية بتعزي المشكلة بتاعت الناس جاي كلهم إنه المشكلة دي مننا نحن كمجتمع. تمام. طيب الليلة نحن عشان تكون المداخلة بتاعتنا أو يكون ده مدخل للحوار بتاعنا مع دكتورة تناظر الحسن. ودكتورة تناظر الحسن يا جماعة زي ما قلت لكم نحن قبل كده استضيفناها في ونس على دروب النجاح يوم 24 أبريل سنة 2021، يعني قبل سنتين تقريبا. دكتورة تناظر الحسن بكالوريوس طب وجراحة عامة جامعة الخرطوم، أخصائي طب نفسي المملكة المتحدة، استشاري علاج بالكهرباء. دكتورة تناظر أيضا كعملك طبيبة تعمل كمحقق في أوراق الأطباء الذين تتيء إعادة تسجيلهم في المجلس الطبي، يعني الناس الأطباء اللي بيسجلوا تاني في المجلس الطبي. دكتورة تناظر واحدة من الناس اللي بتعمل أبريزل ليهم، وكمان هي منتور كوتشينج. ودكتورة تناظر برضو education supervisor في تخصص في الطب الأسرة. طبعا ده الكلام بتاعي أنا، بعد شوية هي حرسمع منا بيقولوا سمح الغنى في خشم سيدو. تفضل يا دكتور ومرحب بك. طيب أول حاجة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورمضان كريم عليكم جميعا، ويعني صوموا تفطروا على خير وكل سنة وجميعكم طيبين. والله أنا مبسوطة جدا أول حاجة الليلة إنه أنا أرجع تاني وأكون موجودة مع ياسين في نفس المنصة،
وموجودة مع الباحثين السودانيين بكل بهاءهم وجمالهم وحرفيتهم. ومبسوطة جدا منه أنا أكون مع نهلة وناسة من Educational Hub، ومبسوطة إنه أنا ألاقي الناس الموجودين على الفيسبوك بعد غيبة طويلة جدا، ومبسوطة إنه ألاقي ناس الكلوب هاوس بكل عنفوانهم ومعرفتهم وقدرتهم على إنهم يعملوا إنتجريشن كويس جدا جدا للحاجات. يا دكتور الصوت ما واضح، ما تقفل المايك عندك دكتور، انتوا قافلين الصوت حقانا. طيب فانا يعني حابه انه انا اسلم عليكم جميعا واقول لكم كل سنه وانتم طيبين. ويمكن انا من الحاجات اللي قاعده تفرحني الشغل اللي بيشبه الشغل اللي انا شغالاه مع الباحثين السودانيين وشغالاه مع Educational Hub. ولو كلنا كنا كسودانيين نتبادل المعرفه ونتبادل الحاجات اللي عندها علاقه بالاكسبيرينسز حقتنا وبحرفيتنا في مجالات بعيننا وتوير كولابريتيفلي، احنا كنا هنصل. دي اصلا دايره 2-3. احنا تعودنا اننا تشاين اب الون، كل زول فينا يضوي محلات هو قاعد من غير ما يشارك تجربته مع الناس اللي ممكن موجودين حوالينه، او من غير التخصصات الثانيه تدعم بعض في انها هي تنور نور قدام بعض عشان الناس تمشي لقدام. اكشوال الباعث لللايف ده زي ما دكتور ياسين قال قبل شويه، انا كنت ضيفه على نفسي الونسة على دروب النجاح. والغرض من البرنامج ده لما انا كنت فيه قبل كم سنه انه بيدي فكره للناس، هو في النهايه المثل السوداني بيقول انه السعيد بيشوف في غير، السعيد بيشوف في غير والشقي بيطعس في نفسه. فالنوع ده من تجارب الخبرات، تبادل الخبرات والناس اللي بتنور قدام بعض، بتخلي البني ادم اذا كان داير يعمل حاجه بعينه يعملها من غير ما تكون عنده مشكله. ده انا ماي اندرستاندينج. على الاقل انت بتاخد عصاره تجارب الناس الموجودين حوالينك وبتاخد خبرتهم وبتاخد يعني الـ 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 العبره في انك انت كيف بتمشي حاجاتك دي بطريقه كويسه من غير ما تضطر انك تخوض التجربه. ويا ليتنا، يعني انا كنت بتمنى انه كان القى زول زي انا في يوم من الايام كان قاعد قاعده زي اللي انا قاعداها دي عشان مثلا يتكلم عن الطب النفسي قبل ما انا اخش عليه. لانه اسي الكلام اللي انا هقوله بعد شويه ده يعني انا عرفته براي، ما في زول قالوا لي، عرفته براي. لكن لكميه الناس اللي بيجوا انترستد في قصه الطب النفسي وكميه الناس اللي رسلت لي ريسنتلي من صغار الاطباء ومن الناس اللي لسه في كليات الطب اللي بيحلموا انهم يصيروا اطباء نفسيين، يعني خلتني انه انا اطلع ويعني احاول اعمل نور قدام الناس في الحته دي. الحاجه الثانيه، انا من موقعي انا ذاتي قبل شويه كان دكتور ياسين بيقول لكم انه في السيره الذاتيه حقتي انه انا ابريزا. الابريزا ده وظيفته في اي محل بتاع شغل في الان اتش اس هنا في نظام الصحه البريطاني، يعني النظام الصحي البريطاني، انه الابريزا ده واحد من الدكاتره بيتم تمرينه بطريقه محدده، لكن طبعا لازم تكون سينير، بتقعد تحقق في الحاجات اللي بيشتغلوها الاطباء كل سنه. المجلس البريطاني هنا الطب البريطاني ما بعيد التصحيح بتاع او ما بعيد ادخال الداتا حقتك من جديد ويعتبرك طبيب ثاني من جديد، اللي حاجه اسمها الريفاليديشن. ما بيعمل الحكايه دي الا يحصل نوع من الابريزل اللي عمل الطبيب خلال السنه، ولازم تحصد نقاط محدده ولازم تعمل حاجات محدده. وده الفرق ما بين النظام. انا طبعا الكلام اللي هقوله ده كله عنده علاقه ببريطانيا وعنده علاقه بالطب النفسي. انا ما عندي فكره عن باقي الانظمه الثانيه في العالم ماشيه كيف، وما بعرف الناس في باقي الدنيا بيشتغلوا كيف، وما بعرف غيري من التخصصات عامله كيف. يمكن ناس الجراحه بيشتغلوا برام، ناس النساء والتوليد بيشتغلوا برام، الاطفال بيشتغلوا برام. فالكلام اللي لسه هقوله لكم ده يخص ناس الطب النفسي بس، ما بيخص ناس غيرهم يعني. فاتمنى انه يؤخذ على هذا الاساس. طيب الحاجه اللي حابه اقولها انه الكلام اللي انا هقوله ده يمكن ينفع برضه ناس بمروا بظرف زي ظرفي انا، او كان ظروفهم زي ظروفي. وانا واحده من المحفزات برضه دفعتني، انا اكتشفت انه احنا كشعوب عندنا تصور محدد للحياه وللشغل في بريطانيا والشهادات، وبنفتكر انه يعني يمكن عشان في كم جهاز شغال فبقوم بيقطع من عندينا. فالحاجه اللي حابه اقولها لكم انه يعني ليست كل الحاجات في الدنيا بتتعامل بطريقه واحده. دول العالم الاول دي مفتوحه وبيحصل نوع من التيلرينج، اللي هو زي الزول يكون عنده توب ويفصلوا له قدرك،
بيشتغلوا مع الزول على حسب البيس حقه وعلى حسب قدرته وعلى حسب امكانيته. واحنا اظن في المنتال هيلثي ده هم قاعدين يكونوا فيري نايس مع الناس وبطريقه بتخليك انت تكون قادر انك تعمل الموازنه ما بين الحياه العاديه حقتك الحياه العاديه الاجتماعيه حقتك وما بين شغلك. الاطباء طبعا معروفين يا اخواننا في انهم هم اي شغل يعملوه في الدنيا دي ايا كان تخصصهم قاعد يشيل كميه من الوقت منهم ما بديهم فرصه انهم يمارسوا حياتهم الطبيعيه بطريقه سليمه يعني. فاتخلقت في الطب النفسي حاجه اسمها الانتي سوشيال اورز اللي هي الشغل اللي ممكن يخلي الناس فعلا تكون تعبانه جدا جدا في انها هي تلقى وقت ترعى فيه اطفالها، تلقى وقت انها تحقق حاجاتها، تلقى وقت فور انترتينمنت للضحك والهزار والونس، تلقى وقت حتى انك تعمل حاجه مختلفه من الحاجات اللي انت متعود تعملها، تلقى وقت حتى تهتم بنفسك وتكون شكلك رايق ومبسوط وسعيد وكده، لانه دي من الحاجات المهمه جدا جدا للسواء النفسي للناس. والحاجه دي لما اتقالت في كميه من المنابر بتاعت التخصصات والكلام دي اتعملت طريقه محدده لتجزئه التخصص في التخصصات الطبيه عموما وادتها باسوي. في باسوي اول حاجه كيف الناس بتخصصوا طب نفسي؟ في ناس كثيرين بيسالوا نفسهم السؤال ده وبيكونوا دايرين يعرفوا. انا عارفه انا وصلتني كميه من المسجز من ناس هم بعينهم او من اهلهم وامهاتهم وابهاتهم عندهم احساس انه الطب النفسي ده ولسوت اولادهم وممكن يكون فعلا وسيله لانك انت تقدر تكون بني ادم نافع. وانا بفتكر ده والله نوع من حسن الظن الشديد بينا على المستوى الشخصي والله يا ياسين. طيب يا دكتوره خلينا اديك تجربه نفسك شويه. تفضل. اول حاجه مرحب بك يعني مرحبا الله يكرمك في عباده الباحثين السودانيين، ونحن بنعتبرك يعني داعم حقيقي للمبادره ولمجهودات المبادره. طيب يا دكتوره، انا يعني طالب بدرس طب اللي هو في جامعه الخرطوم او جامعه جوبا او جامعه الجزيره، ودائر اتخصص الطب النفسي. الحاجه دي بتبدا معي من 200. طيب انا اتخيل لي في حاجه مهمه جدا جدا نحن المفروض نكون منتبهين لها. يعني انا ما دايره تسلى الطب النفسي ده بطريقه اكتر من هو ما بيستحقها، مع انه بيستحق والله، لكن انا الدايره اقوله انه التخصص بتاع الطب النفسي ده مختلف تماما من باقي التخصصات الثانيه. يعني مثلا الناس لما يجي يتخصصوا ياسين الجراحه والحاجات زي دي وكده دايما بيكونوا الناس الاوائل في الدفعه بيكونوا هم معتبرين نفسهم دايرين يتخصصوا جراحه، مثلا جراحه عظام، جراحه ما بعرف مخ اعصاب، ما بعرف عندهم في حاجات بتمليها عليك. الكلام ده طبعا ما في السودان بس، الكلام ده جلوبالي. فالطب النفسي لسوء الحظ ولحد تاريخ اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي هو ما من المجالات الجاذبه. اسا ريسنتلي بدا يحصل نوع من التغيير فيه، ويمكن لاصرارنا نحن ذاتنا في المنتال هيلث اننا نتكلم، ولانه ريسنتلي بقت كمان القصه بتاعت الديبريشن وبتاعت الانزايتي والمشاكل اللي عندها علاقه بالمنتال هيلث بقت معروفه، المشاكل اللي عندها علاقه بصعوبات التعلم، اللي عندها علاقه بالتوحد وغيرها من الحاجات المخليه المنتال هيلث فعلا جاذب. ويمكن ال WHO مؤخرا اعتبرت انه الديبريشن بيتخطى في اعلى القائمه للامراض الديسيبلينج، الامراض اللي ممكن فعلا تخلي البني ادم غير قادر على انه هو يعمل حاجاته بطريقه كويسه. فدي يعني دي واحده من الحاجات اللي ممكن تكون فعلا خلت الاطباء بتاعين الامراض النفسيه قادرين انهم هم تو تيك اوت الحاجات بتاعتهم ويحطوها قدام الناس. الحاجه الثانيه واللي هي مهمه جدا جدا انه الناس ذات الكامبين اللي بتطلع اجينست الاستيغما واجينست الوصمه بتاعت المنتال هيلث بقت شغاله كثير جدا جدا، وبيجوا في ناس عندهم القدره حتى المرضى بتاعيننا انهم يطلعوا قدام الناس ويقولوا والله انا اعاني من مرض نفسي. وانا بفتكر الناس ديل ساعدونا كثير جدا جدا في اننا نحن تشاينب. وزمان الطب النفسي ده بيعتبر في بلادنا انه تخصص من لا تخصص له. وللاسف الشديد لحد يوم الليله في دكاتره، يعني ما مجرد بس الناس العاديين اللي بيبول ولا كده، في دكاتره بيفتكروا انه الطب النفسي ده مجرد ونسه. هسه ريسنتلي طبعا بعد ما بقت الناس كلها عندها ايشوز ومشاكل، فالناس عرفت انه الله ده حق، وبقت عارفه انه فعلا الحاجه دي ممكن تكون مسببه لكميه من المشاكل عندهم. ف يعني حصلت الحكايه دي. منو من الناس اللي بيقدر يبقى طبيب بتاع امراض نفسيه؟
ويمكن في ناس كثيرين استجدروا معنا اجي واتكلموا كده يقوموا يقول لك والله هم الاطباء النفسيين ذاتهم مجانين. في ناس بيقولوا كده بيقول لك انهم هم مجانين والناس اللي بيجوا الطب النفسي ده دايما هم عندهم مشاكلهم النفسيه. الكلام ده اول حاجه لفظ مجنون ده لفظ بتاع استيغما انا بفتكر فيه نوع من الاغنورانس فيه جهل شديد. المينتال هيلث ما عنده علاقه بالسايكوزيس وبس المينتال هيلث ده حاجه كبيره جدا جدا وانا شخصيا ما عندي اي مانع انه يتم يعني ربطي بمرضاي وانا افتكر انا عندي فيهم عندي مني فيهم كثير. انا املك نفس الرقه بتاعت الحاشيه انا املك نفس القدره على العطاء انا املك نفس الحساسيه تجاه الامور والحاجات زي دي. انا من اكثر الناس اللي بيحبوا يعني يتكلموا مع الناس ودي سمات الناس اللي عندهم امراض نفسيه فما عندي مشكله انه اكون عندي نصيب فيما يخص مرضاي ولا افتكر انه الحاجه دي نبذ ولا اساءه ولا اي حاجه. لكن الطبيب بتاع الامراض النفسيه ما بالضروره انه يكون عنده اعراض بتاعت يعني امراض نفسيه لدرجه انك انت تعتبرها سبه يعني او تعتبرها مذمه ليه او تعتبرها شكل ليه ولا كده. الواحد عشان يبقى طبيب بتاع امراض نفسيه جيد يلزمه اربع حاجات. الحاجه الاولى الايمان. بني ادم يكون مؤمن تماما بعداله ربنا سبحانه وتعالى في تقسيم الارزاق بما فيها الصحه بما فيها صحتنا. الغريبه نحن بنقبل الامراض الفيزيكال لكن ما بنقبل المرض النفسي. بنزعل وبنكوري كذا في زول قال لنا انتوا عندكم مرض نفسي بنعتبر نوع من الاستيم. والكلام ده برضه يلزم الناس المتعلمين من غير المتعلمين يلزمك انك تعرف تماما انه المرض النفسي ده زي المرض العضوي. وانك انت ذاتك طبيب بتاع امراض نفسيه يلزمك الاحترام والتادب جدا مريضك. ما تعتبر انه البني ادم القاعد قدامك ده ما عنده كفاءه لازمه وما عنده كبستي انه يجيب لي رقبته تقوم تفتكر انه هو والله ما منه فايده او ما منه خير. لطريقه ممكن تكون كعبه جدا في التعامل مع الامراض النفسيه اللي ممكن يحصل من بعض الناس الممارسين للمهنه نفسها في تعاملهم مع المريض. وانا قاعد اسمع قصص كثيره زي دي اتمنى انه فعلا اي بني ادم يتخصص المرض النفسي ده يتقي الله سبحانه وتعالى في الناس. يمكن اللي قدامك ده لا بيقدر يشتكيك، اللي قدامك ده لا بيقدر يتكلم، اللي قدامك ده لا بيقدر يجيب الامر نفسه، يبقى انت وذمتك. لازم بني ادم يكون عنده ذمه وعنده ايمان شديد بالقسم بتاع بغراط اللي احنا قسمناه في يوم من الايام، وفي نفس الوقت تخ 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 يعني تصنع من نفسك زول ادفوكيت، زول قادر انك تنافح وتكافح من اجل المريض النفسي. دي مهمه جدا جدا. الحاجه الثالثه ومن اهم الحاجات انك انت تكون بني ادم لسنر. زول عندك قدره على السماع وعلى الانصات وده ما موجود عند ناس كتار. في ناس كثيرين بيسهجوا وفي ناس كثيرين ما بيحبوا يسمعوا وفي ناس كثيرين يتأففوا لانه المريض بتاع الامراض النفسيه احيانا لما يكون مريض جد جد ممكن يحكي لك قصص بالساعات الطويله يعني it not make any sense. ممكن يكون ما منها اي معنى ولا مغزى. لكن لو انت فعلا طبيب بتاع امراض نفسيه حقيقيه ممكن تقعد مع المريض ده بالساعات تسمع نفس القصص دي عشان تقدر تطلع بتشخيصك للمريض. الحاجه الرابعه محتاجه انك يكون عندك القدره على اللاترال سينكينج. الطبيب بتاع الامراض النفسيه من احن الناس ومن اطيبهم والمفروض يكون من الطفهم، يكون رقيق حاشيه ويكون بني ادم مقدر وبني ادم عنده ايمان بالحاجه اللي بيعمل فيها وبني ادم عنده قدره على تشكيل العالم الموازي الموجود عند المرضى النفسيين وربطه بالعالم اللي احنا قاعدين نعيشه، العالم الحقيقي اللي كلنا بنشوف حاجاته اللي هو بالنسبه لنا فاميليير. وقادر في نفس الوقت يحترم تجارب العيانين ديل عشان يصل للتشخيص المناسب للعيان ويقدر يعالجه بكل الاحترام. والحاجه دي في ناس بيولدوا موهوبين عندهم قدره على التحدث، عندهم قدره على الانصات، عندهم قدره على احترام اوجاع الناس حتى غير المتعارف عليها. لانه المرض النفسي طبعا ما زي الحمى والوجع الراس والكلام زي ده، لكن انت في نفس الوقت تكون بني ادم تفتش على الريكفري. يعني هسه انا بيجيني عيان اصو ما عندي احساس انه انا اللي بيجيني ده ما ممكن يبقى كويس. اي زول بتاع امراض نفسيه ايا كان المرض اللي عنده لما انا اجي اتعامل معاه وبتعامل معاه على اساس انه سيشفى باذن الله تعالى، سيشفى اذا انت كنت واقف قدامه عشان تعالجه. الحابه اقوله انه التداوي في المرض النفسي حتى عند المعالجين والناس اللي بيشتغلوا في الامراض النفسيه كاطباء يلزمك الشغل دايما ما عشان انت تثبط المرض، يلزمك الشغل في انك انت تدعم هذا المريض للوصول للحته بتاعت المومنتم حقه اللي هو اللي بيقدر يقدمه.
ما بالضروره يكون زي وزي الناس اللي ما عندهم امراض نفسيه، لكن على الاقل يكون عندك قدره على دعمهم وعلى الوقوف معاهم للوصول للمرحله اللي بتخليهم يبدوا واصل حياتهم. ومن الله يفدانا حابه، والله يا ياسين وناس الادوكيشن الهب غادي والفيسبوك، حابه اقول لكم اذا كان منكم من الناس الموجودين ناس بيعانوا من امراض نفسيه ايا كانت، سواء كانت عصابيه ولا ذهانيه، انا كطبيب امراض عصبيه ونفسيه، ما في مرض نفسي عصي على العلاج. الامراض النفسيه معظمها تعالج، يمكن لا تبرا، الواحد ما بيبقى كويس كله زي الضغط والسكر في الامراض العضويه يعني، لكن كلها تعالج. فده يلزم حتى الكلينيجن، يلزم حتى الاطباء في التعامل مع المريض، ما انك انت تديه دواء تخليه النهار كله يريل، تخليه النهار كله ما واعي برقبته، تديه النهار كله حاجه تقعده في حتته وما يقدر يتحرك. لا، تقدر تعالج العيان ده بحيث انك انت تشتغل كولابراتيفلي، وده المهم جدا جدا. يعني طريقتنا نحن في الطاعن في بعض وعدم قدرتنا على الشغل مع بعض الناس التانيين من التخصصات التانية او من الديسيبلين التاني في التخصص بتاع الامراض النفسية، لانه عندنا سايكولوجيست وعندنا سوشيال وركر وعندنا الاكوبيشنال ثيرابيست، عندنا الناس دي كلها من السبيتشال لانجوج تشتغل معاهم. طيب ده كلام جميل جدا. طيب يا دكتورة كده بالحته بتاعت يعني انا شخصيا قاعد امشي لطبيب نفسي تمام. طيب. يعني وانا عندي كان ديبرشن، انا ذاتي عندي ديبرشن. الطبيعه بتاعت شغلنا، لانه بنلاقي ناس يعني جايين من حتات بتاعت حروب، جايين من حتات بتاعت مشاكل وكده، فلما تسمع للقصص بتاعتهم باستمرار انت ذاته بعد شويه بتبدا نفسك ما عارف انك انت نازل تقدر تساعدهم كيف يعني. فعندنا طبيب نفسي في الشغل، وبنمشي نقابله وبنحكي له وبنتكلم معه، مرات بنديه كلام كده ما عنده اي علاقه بالواقع، لكن في النهايه لازم يعني ما حاجه من دي الساعه يعني في الشغل كلنا. والله الليله عندنا بكره الاسبوع الجاي مثلا يقول لك عندنا ميتنج، تقول والله سوري انا عندي مواعيد مع الدكتور يعني تمام. طيب يا دكتوره باختصار كده يعني شنو مريض نفسي؟ يعني شنو؟ طيب او يعني شنو مرض نفسي؟ يعني شنو مرض نفسي؟ المرض النفسي ده طبعا فرايتيز، ده طبعا ده بعيد من التخصص، لكن الحاجه اللي حابه اقولها انه نحن موجودين في كل شيء، في كل التخصصات، في الاطفال، عند الناس الكبار، في الناس اللي بيعانوا من امراض عضويه عندها مردات وعندها حاجات النفسيه، نحن موجودين في النساء والتوليد، موجودين عند الناس اللي عندهم احتياج خاص، نحن موجودين في امراض الشيخوخه، ونحن موجودين عند الامراض التيبيكال بس عندها علاقه بالامراض النفسيه، واللي هي مقسومه الاثنين، الامراض العصابيه اللي هي عندها علاقه بالديبريشن وعندها علاقه بالتوتر والقلق وعندها علاقه بالوسواس القهري، دي البرام ده حاجه نحن بنحطها براء الفوبيس اللي هي نوبات الهلع والخوف والخوف المرضي من الحيوانات، الخوف المرضي من المناطق المرتفعه، الخوف من الطيارات، الخوف من الاسانسيرات والمناطق المغلقه. بعد ذاك نجي للقصه بتاعت الامراض النفسيه الذهانيه، وكلمه الذهان هي كلمه مرادفه لكلمه جنون اللي احنا قاعدين نعرفها بالعربي. وطبعا كلمه جنون دي كلمه فيري كلتشرال، عندها علاقه بواقعنا نحن اللي هم نفتكر انه البني ادم ممسوس او البني ادم عنده جن راقب، ولا الكلام اللي قاعدين نفهمه بالطريقه اللي تحت الناس الفيري لي يعني. فالامراض الذهانيه دي هي الامراض اللي عندها علاقه بالسايكوزيز، ودي بتشمل الاكتئاب ثنائي الغضب، حاجه اسمها البايبولار افكتيف ديسوردر. الحاجه الثانيه عندنا الاسكيزوفينيا بكل انواع اللي هو الفصام. الحاجه الثالثه عندنا امراض الوهم بكل اشكال، الوهم الديني والوهم بتاع جنون العظمه وكميات من الحاجات اللي ممكن يكونوا في ناس فيكم بيعرفوها من بعيد، لكن هي عندها علاقه وثيقه ولصيقه باجزاء من الطب النفسي نحن فعلا بنشتغل عليها. فنحن بنشتغل عليها. طيب الـ 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 الأمراض النفسية دي عشان أنت مثلا تقوم تقول والله أنا متحرك إنه أنا عايز أبقى طبيب بتاع أمراض نفسية، زي ما قلت أنا في الأول يلزمك إنك أنت تكون خريج كلية الطب. وأنا أتخيل ليه؟ لأنه السودانيين يتعودوا على طريقة محددة في إنه الناس تتخصص، ده بقى مسار لكمية من الشكوك للناس حول شهادات الناس ومقدراتهم وكده. لكن الأسوأ من ده على الإطلاق إنه حتى الناس اللي بتسأل عن الطريق بتاع التخصص بعض الناس والشهادات اللي بيكونوا خدتنا، لأنه نحن في الأغلب
حابين انه نحن نشكك، دي مشكلة أساسية وكبيرة جدا جدا في تعاملاتنا مع بعض. بنحاول نشكك في شهادات الناس والكواليفيكيشن حقتهم ومغدرتهم. قبل ما تشكك أسأل، ما يعني ما أي زول يسمع من نفسه المحقق كونن ولا يفتكر انه هو سيأتي بما لا يأتي به الأوائل. من حق أي زول يسألك من شهادتك، ومن حق أي زول يسألك من الكواليفيكيشن حقك، من حق أي زول يسألك إنك وصلت إلى ما وصلت بأي طريقة. لكن ما يكون عندك الإحساس بتاع إنه أنا والله قبضتك، أنت ما عندك، أنت أو ما عندك. أنت أسمع الزول القاعد قدامك ده، طالما الناس الواقفين قدامك ديل ما شخصيات مثلا يعني ما معروفة، ناس موجودين حوالينك وموجودين، يعني أسي أنا لما أشوف تماضر دي وهي قاعدة وسط الناس وموجودة في البلد اللي هي موجودة فيه والناس بيلاقوها in person وموجودة في حتة، يعني مثلا الناس الموجودين في بريطانيا ما في زول بيقدر تكلم حاجة هو ما عنده. فأنا بس ده دايرة أطمن الناس العاديين. أما الناس الما عاديين اللي هم الأطباء الدايرين يجوا يشتغلوا في الحاجة دي من الناس أصحاب التخصصات الثانية الدايرين يحولوا للسايكاتري، لأنه في ناس دايرين يجوا أخصائيين بتاعين طب نفسي. فالحب أقوله إنه هذا البلد مفتوح ومحتاج أطباء، دي المعلومة الأولى المهمة الكويسة، إنه محتاجين أطباء. والناس الموجودين في الخليج أو حتى موجودين في السودان في كمية من البروغرامز وكمية من الحاجات عندها علاقة بالإنترناشونال جراديويشن ميديكال جراديويشن. الناس المتخصصين أو الناس المتخرجين من جامعات ما عندها علاقة مثلا بالسودان، ما عندها علاقة ببريطانيا، يمين جايين من السودان ولا جايين من الهند ولا من باكستان ولا غيره من الدول، أو حتى نيجيريا دي طبعا أكثر الناس اللي بيجونا، أو من مصر. وفي ناس بيكونوا بدوا حياتهم بتاعت التخصص هناك أو بدوا الروتيشن أو حتى بدوا يمتحنوا امتحاناتهم، فبيجوا هنا عن طريق حاجة اسمها الانترناشونال بروجرام فلوشيب. ودي عندها في التراست مثلا حقتنا، إذا أنا ممكن أتكلم عن التراست حقتنا، نحن التراست حقتنا في المنطقة بتاعت النورث إيست، وهي أكبر تراست. التراست كلمة تراست بالنسبة للناس العاديين اللي بتابعوا في اللايف ديل، أي حاجة عندها علاقة بالـ NHS اللي هو الـ National Health System ولا Services، نظام بتاع الخدمة الصحية الموجود في بريطانيا دي بيشتغل عن طريق التراست. يعني التراست بتاعت الأمراض العضوية براها والتراستات اللي بتشتغل في الأمراض النفسية براها. نحن من أكبر التراست اللي بتشتغل في شمال شرق بريطانيا وبتغطي مساحات كبيرة جدا جدا، يمكن تمتد لأميال وأميال. فالحاجة دي خلتنا نحنا من الأوتستاندينج تراست الموجودة في UK. فآخر CQC دي جهات بتجي تعمل تقييم للمستشفيات نفسها وبتتكلم عنها يعني. فنحنا من أكثر الجهات اللي بتعمل النوع ده من الشغل. وأي معلومة لطبيب حابي أنت تتأكد من وجوده ومن شغله في الحتة اللي هو قاعد فيها، ده ببساطة أنت ممكن تكونتاك التراست دي نفسها، أنت ممكن تتصل بالتراست دي تعرف انه زول الكاتب اسمه كاتب شغله كده دمنه وشغال شنو، والحاجه الكاتبه دي هل هو انتايتل ليها ولا لا. مرات كثيره في 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 معلومات تكون مخطوطه في السيستم ما بالضروره يكون حاصل لها نوع من التحديث، لكن انت اذا كنت حريص انك تعرف الناس اللي انت بتشوفهم او بيصاروا لك مثلا زينا كده انهم الوضع حقهم شنو، في جهات انت ممكن تتواصل معاه موجودة طبعا في الصفحات الاساسية للتراست دي، وتسألهم انه تماضر الحسن بتعمل شنو عندكم كطبيب، انا داير اعرف الانتايتل من حقها ودار اعرف هي بتعمل شنو في الدنيا. وده ضروري ليك اذا انت قررت انك تتواصل مع تماضر دي لاي موضوع يخص علاجك، انت لازم تعرف الاستيتس حقها ولازم تعرف هي بتعمل في شنو. تفضل ياسين. تمام، ده كلام كويس جدا. طيب نحن عندنا معانا دكتور انور، ودكتور انور ده شايفه مسخيا. دكتور انور اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان كريم، والله يديكم الصحة والعافية ان شاء الله. دكتور تماضر منورة ما شاء الله عليك، ويعني بصراحة كده بتطفي اجواء حماسية ومليئة بالمعلومات ويعني كثير جدا من الحياة المفيدة، والله يديك الصحة والعافية. انا طبعا عندي سؤال طوالي بدل اللي زينا دكتور تماضر لما يشوف بيتكلم في لايف ولا لايف في اسمه كلوب هاوس ولا كده. انت ما كان المفروض تكوني اعلاميه، يعني مثلا تكوني ساينس كوميونيكيتر اكثر من انك زولا سبيشاليست ولا كونسلتنت بتاع سايكاتري ولا اي حاجه ثانيه. يا ريت بس تقول لي شويه كده عن مسيرتك، كيف عرفت انك انت والله زولا اوت جوينج وما عندك مشكله انك تتكلمي مع الماسز وتتكلمي معاهم في مواضيع ممكن تكون فيري سوفيستيكيتد وفيري سنسيتيف وكده.
شكرا لك كثير، شكرا لك يا دكتور ياسين والجميع. اهلا بي انور، انور عارف معزته عندي، يعني اهلا بك والله، وانا فيري هابي انك انت موجود. والله يا انور انا هي ده جزء من الاهتمام حقي في الدنيا، ويمكن شغلي في الطب النفسي نفسه اداني مساحه في انه انا فعلا انمي القدره حقت انه اكون عارفه انه ده اللي بيتقال في الحته دي او ده ما بيتقال في الحته دي، لانه احنا اكثر الناس في الطب النفسي بناخد تمارين عندها علاقه بالكوميونيكيشن سكيلز، عندها علاقه بالتواصل الخطابي مع الجمهور ومع الناس اللي انت بتقعد معاهم، ويمكن برضو عندنا كمية من الحاجات اللي بتخلينا نكون very sensitive في الطريقة اللي بنتكلم بها مع الناس، لأنه إحنا مرضانا ما زي أي مرضى، أنت محتاج تنتقي عبارتك، أنت محتاج تتكلم بطريقة محددة، وأنت محتاج تتكلم بأسلوب محدد يتناسب مع الفئة المستهدفة دي، ولأنه نحن لاختيارنا للنوع ده من التخصص بنختار يمكن أضعف الناس. أنا كبير قلت الكلام ده في إنهم هم فيهم كمية من الناس ما مغيبين لدرجة ما بيكون عندهم الكفاءة اللازمة إنهم حتى يدافعوا عن نفسهم، فإنت محتاج تبسط نفسك، وزي ما بيقولوا الخواجات to put yourself in other people's shoes، ده مهم في أي عملية علاجية أيا كان تخصصك، لكن في الطب النفسي إنت محتاج فعلا إنك to put yourself in other people's shoes، محتاج تاخد نفسك للمريض ديا وتتذكر تماما إنك كطبيب لا كان ممكن يكون عندك عربية، لا كان ممكن يكون عندك بيت، لا كان أولادك بيقدروا يمشوا مدارس خاصة، طالما ما كان عندك علاقة جيدة مع مرضاك، لأنه مرضاك مهمين جدا جدا إنهم يطلعوا من قدامك وهم مبسوطين ومجبورين خاطر. إحنا خدامين هؤلاء المرضى، أنا شخصيا بعتبر نفسي خدام هؤلاء المرضى، والمرضى بتاعين الأمراض النفسية تحديدا أنا بفتكر نفسي من الناس الممكن أكون المحامي والمدافع والبجيف والبهتم بعد ذاك، لأنه احنا ما بنع... لما نجي نعالج الاطباء دي، لانه برضو ضروري اللي بيشتغل في الطب النفسي يعرفها، بالذات في بريطانيا انت ما بتشتغل مع المريض، وده حاجه اسمها الهوليستيك ابروتش ان سايكاتري، اللي هو انت بتتعاطى مع المريض تعاطي كامل، اول حاجه بتعالجه، بتتكلم مع الاسره حقته، مع الفاميلي بتاعته، بتتكلم مع الكوميونتي حقه ومجتمعه، بتفتش له وظيفه، بتتاكد انه هو هيز دوينج ويل، وبتتأكد إنك إنت لو خرجته من المستشفى دي ما بيطلع يمشي سايب، بتفتش له سكن، بتفتش له مجموعة تخلي باله منه لما يطلع من المستشفى، بتخلي الناس اللي حوالينه يرعوه، بتحاول قدر الإمكان تثقفه هو ذاته عن مرضه، تثقف الناس اللي حوالينه. مريض الأمراض النفسية ليس مريض نفسه، ما زي زول اللي عنده ملاريا ولا عنده نزلة ولا عنده ده، ما زول بيعي اللي رقبته، لكن مريض الأمراض النفسية هو مريض المجتمع. فإذا ما كان عندك إيمان بالحاجة دي ما بيبقى عندك قدرة على إنك أنت تكون طبيب جيد، ودي من أهم الكرايتيريا بتاعت الناس اللي بيشتغلوا في الطب النفسي، إنهم يكون عندهم قدرة على إنهم يعرفوا إنه أنت إنك أنت محتاج تعالج المريض ده إن أن أوت، محتاج تعالجه في الأول، ومحتاج تشتغل على إنك أنت ترصف الشارع قدامه لما يطلع من المستشفى يكون قادر على مواصلة حياته، والحاجة دي مهمة جدا جدا. الحاجة اللي حابة أقولها واللي هي برضو مهمة في القصة بتاعت الطب النفسي دي، إنه إذا أنت أخذت الموضوع ده أسلوب بتاع حياة، محتاج إنك أنت لما تجيه وإنت كطبيب تعرف إنه يعني هو ما بيشبه باقي التخصصات الثانية في إنه نحن ما عندنا كمية من الحالات الطارئة، ويمكن ده من جمال التخصص نفسه، بيخليك عايش في جو كويس جدا جدا، وبيخليك تعرف ان الدنيا دي عندها كميه من الاوجه وليس الوجه المعهود المعروف. انا غايته من الناس اللي من جوين وات ام دوين، انا بحب الشغل حقي ده جدا، انا يوم واحد ما مشيت المستشفى وانا حاسه انه انا ام فيلينج بورد، اصو ما قاعد يجيني احساس ملل ولا قاعد احس انه انا ما بعمل في حاجه مهمه، وده اللي خلاني انا فعلا تو بروجريس اند تو بي نوتست. يعني نفس الكلام اللي قاله انور قبل شويه ده بيحصل، اللي هو احساس انه انا ممكن اكون زول اعلامي يتكلم مع الناس في الحاجه دي، ده جاي بس من ايماني انا يا انور بالكلام اللي انا بقول فيه، وده انا مؤمنه تماما به، وانا مؤمنه بالمرض النفسي، ومؤمنه بالمنتل هيلث جنرالي، ومؤمنه بالتشافي والتعافي للناس ديل، ومؤمنه بحقوق الفئه دي من الناس، ومؤمنه بحقهم في الحياه اسوه بغيره من الناس اللي ما بيعيشوا تحت مظله المرض النفسي باي حال من الاحوال. وده طوالي بينطلع على الكلينيجن، على الطبيب اللي بتخصص في الامراض النفسيه، اذا كان هو مؤمن بالحاجه دي، واذا كان جاها بس عشان هو حاب انه يخدم الناس، فبيظهر عليك والحاجه دي بتصل للناس، الناس ما اغبياء، الناس اذكياء جدا، الناس اللي قاعدين عاديين ببر ديل
بيعرفوا البني آدم الفعلا يحشق مهنته والمؤمن بمهنته والمستعد يقدم. ويمكن برضو أنا ما دايرة عشان أكون الزول اللي بيكبر منكم، ولكن في حاجة تانية دايرة أقولها. في ناس كثيرين لما يشوفوا الناس زينا موجودين على وسائل التواصل الاجتماعي، حكمة ربنا حتى الدكاترة، إحنا طبعا مجتمعات للأسف الشديد مبنية على الأكيفرز، إنه كان جحا كان مرق بطنه بالسدة. ما في زول بيكون حريص إنه هو يكون موجود مع الناس في تواصل، لأنه الزمن عند الأطباء دائما محسوب بالساعات وبالقروش وبالحاجات زي دي. وما الأطباء بس، حتى المهندسين والمحامين وغيرهم وغيرهم، أي زول بيفكر إنه هو كيف ممكن ينفع نفسه، ما في زول بيفكر إنه ينفع الناس التانيين كيف. ولما تلقى زول قاعد في سوشيال ميديا بيشتغل لايفات 4 أو 5 ساعات، حكمة ربنا الحاجة دي أنا طبعا أصو ما بقدر أقول إنها not being appreciated. appreciated ومغدرة بكمية من الناس الموجودين حوالينا، ودعاء الناس بيصلني، والناس اللي بتمشي الحج والناس اللي بتمشي العمرة بيمشي وخطوا صورتي هناك في الحتة دي، وياما لقيت كمية من الفيدباك الجميلة، ويمكن نفس الكلينيك بتاعي أونلاين محجوز بالشهور يعني، لأنه الناس عرفت إنه زول الواقف قدامك ده ممكن يكون فعلا انترست في الحاجة اللي انت هتقولها له، وممكن يقعد يسمعك. في ناس كثيرين بتشكك حتى في إذا انت دكتور، يعني أنا ممكن أخلع الناس إنه أقول إنه في ناس ما بيصدقوا إنه أنا حتى دكتور، بيفتكروا إنه أنا مارست بيت عادية ساي متغول على هذه المهنة، لأنه منظرنا نحن كأطباء دائما بعيدين عن مجتمعاتنا وعن قواعدنا. دائما معظمنا هون أكيفرز، إحنا بنشتغل نبني بيوت وبنعمل عربات وبنعيش نحن كويس، لكن بعد ذاك ما بنفكر إنه غيرنا ممكن يصل الحاجة اللي انت وصلتها دي كيف، او حتى تخلي الناس اللي حوالينك عندهم قدرة على فهم ملابسات الامراض النفسية دي، لانها من العوالم الفعلا لسه عذراء، فيها كلام كتير جدا ما واضح. فحكمة ربنا الزول اللي بيجي يتكلم في الفيسبوك وبيوري الناس وبيوعي الناس وبيقول للناس وبيحاول يخد قدام الناس مش على النور، بيشكك حتى في مهنيته، بيفتكروا انه ده ما زول يعني ما زول ممكن يكون ده طبيب، لأنه الأطباء دي الناس مشغولين، مفروض يكون منظرك مشغول. وأسأنا هنا ده يعني بيحضرني بما إنها هي دي ونس على طريق النجاح، أنا أحكي قصة زميلنا يتخصص معانا هنا في بريطانيا، يعني كارديولوجي، يتخصص أمراض قلب. وهنا طبعا التمرين وطريقة التمرين اللي بيعملوها للناس بيخلوك أنت مهتم بالعيان ده، وحاجة اسمها البيشنت سنترد كير، اللي هو كل الكير بتاع الناس بيكون على البيشنت سنترد. دي اهم حاجه، البيشنت ده او المريض ده هو اهم من اي زول تاني في الدنيا، هو المفروض انت تديه وقتك، انت مفروض تقعد قدامه، انت مفروض تهتم به، وانت مفروض تخلي بالك منه. الناس زي ديل لما يتمرنوا هنا ويرجعوا بلادهم، وزي ما نحن بنشوف الهنود والباكستانيين وغيرهم بيرجعوا بلادهم يكون شايلين الخبرات دي والحاجات معاهم. صاحبنا السوداني دي شال الخبرة حقته دي بتاع انك تقعد للعيان في الارض تشرح له مرضه، تشاوره في العملية العلاجية بتاعته، تتكلم معاه وتديه حاجاتك كلها، وتكون اقرب من ارتداد الطرف له وتتكلم معاه كده. فلما مشى ودوه واحدة من المستشفيات في الخرطوم، الطبيب الثاني موجود في الجسم، النوع التيبيكال الدكتور داك، الصورة النمطية للدكتور اللي ما بيتكلم مع زول وطوالي صاري وطوالي زعلان، حكمة ربنا في المخيلة والانطباع حقنا نحن كسودانيين انه الدكتور زي ده اللئيم الشاكال اللي ما عنده وقت للناس، والانت ذاتك عشان تلقاه روحك بتطلع عشان تشوفه عشان تتكلم معاه وما متاح، ده الدكتور الشاطر، اصل الدكاترة الشاطرين كده. فزميلنا ده لما مشى ومشى هناك، طبعا مشى بالاتيتيوت الجديد وبالتفكير الجديد وكده، وقعد للناس في الارض عشان يشرح لهم انه كيف الناس بتشفى وكيف الناس بتتعالج، وبيجي قاعد بعد شويه العيانين بيجوا يتهربوا منه، فبيفتكروا انه يعني انت بتتكلم كثير ليه؟ قال لي انا سمعت يا تماضر باضاني انه هو ذاته كان شاطر بتلاقي، هو في دكتور شاطر بتلاقي، ما في دكتور شاطر بتلاقي، لكن لانه هو بس ما شاطر فهو موجود ومتاح. بعدين كالدكتور ده والله اظنه يعني عدم قدرته دي تاميه مويه عشان بيتكلم، فكونه هو بيتكلم ده معناه ذاته ما دكتور شاطر. دكتور شاطر ده المفروض ينهرك، المفروض ما يتكلم معك، المفروض ما يديك اي وش، مفروض يكون لئيم وما بيتلاقي، وعشان تلاقيه مفروض تستنى زي 20 سنة. الصورة الغريبة النمطية دي ما موجودة عند العوام من الناس، حتى عند الأطباء ذات نفسهم للأسف الشديد. وده اللي بيخليني مرات كثيرة أقول إنه التعليم في السودان، إذا كان في ناس بيقولوا إنه القلم لا يزيل بلم، فعلا القلم عندنا لا يزيل بلم لسبب واحد، إحنا اللي بنتعلمه
ما بنقدر تأبلاي على سلوكنا. حتى الناس المتعلمين مننا ممكن يكونوا حريصين على إنهم يعني 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 يكونوا قادرين إنه الموجود ده يشككوا فيهم ذاتهم كدكاترة ويشككوا في الكواليفيكيشن حقتهم. الليلة أنا هنا يعني بمعزل عن إنه أنا مثلا أتكلم عن المينتاليتي بتاعت الشعب السوداني، لكن أنا فعلا حابة أساعد الناس الحابين إنهم يجوا يتخصصوا في الطب النفسي. في زول في الشات بتاع الكلوب هاوس قام قال لي طيب يعني أنت قصدك إنه الجي إم سي أو المجلس الطبي البريطاني التحديث اللي عنده ما بيحصل طوالي أو النسخ اللي عنده قديمة؟ لا، المجلس الطبي البريطاني ما عنده مشكلة في التحديث. التحديث ده بيحصل في التراست زي ما قلت لكم، المحلات اللي أنت شغال فيها. بعدين كالجنرال ميديكال كونسل ولا المجلس الطبي البريطاني ما دائما هو بيعرف كل المسميات اللي احنا بنسميها للناس. وسع حاجة اشرح الكلام ده، اوري الناس اللي بيعرفوا ان المجلس الطبي البريطاني والاوضاع فيها ثابته مختلفه من الناس اللي بيكونوا بيشتغلوا. وزي ما الترست اللي انا بتكلم عنها اسي قبل شويه بتاعت ال NHS وغيره من الناس، ديل موضوعهم برام وديل اتجاهاتهم برام ومحتاجين يا جماعه. بس انت ذاتك لما تيجي تقعد في النوع ده من الفرم تطلع من قلبك الغبن والسواد والتشكيك، تكون عندك قدرة على انك انت تتعلم وتعرف. طيب الزول لما يجي بريطانيا هنا في التخصص الطب النفسي ده فيه حاجات ممتازة جدا. اول حاجة في اونكوس ونبطشيات انت ممكن تاخدها من البيت، ودي من اجمل الحاجات، دي ممكن ما تتلاقي في باقي التخصصات التانية. في نبطشيات بتتعامل من البيت وفي نبطشيات بتتعامل من المستشفى، وكل ما انت بقيت مور سينير ما بتحتاج تمشي المستشفى لنبطشيات. ممكن تكون بتمشي المستشفى عشان تشوف العيانين وتعمل حاجاتك، لكن ما بتحتاج انك تعمل نبطشيات. فيه بنفيت بتاع انت سوشيال اورز ممتاز. يعني اسي انا ممكن اضرب بنفسي مثل لكميه من الناس ظروفهم زي ظروف الناس اللي عندهم التزامات تجاه بيوت وعيال ومحتاجين انهم يشتغلوا وفي نفس الوقت يكونوا قادرين على انهم يعملوا الحاجه دي. ما عندي فكرة تاني بعيد إنه الحاجة دي موجودة في تخصصات تانية ولا الحاجة دي موجودة عندنا في الأمراض النفسية. الحاجة الثالثة والممكن تكون مغرية لناس كتار جدا جدا، إنه في الطب النفسي القروش اللي فيه أكتر من القروش الموجودة في باقي التخصصات التانية. يعني الأمراض النفسية دي في حاجات كثيرة أنت ممكن تعملها غير شغلك اللي أنت شغاله في المستشفى وعندها علاقة بطبيعة شغلك نفسه، لكن ممكن تشتغلها براك ببرا لمصلحتك انت الشخصية، اللي هي حاجة اسمها المينتال هيلث اكت، وده عبارة عن قانون الصحة النفسية في انك انت تكون حاجة اسمها سكشن 12 ابروف كلينيجن، ودي كورسات بتتعامل بعدك انت بتمشي سرو اسسمنت وبتبقى ويل ريكوجنايز. وحاجة اشرح الحاجة دي بيعملوها كيف بعد شوية، ودي ممكن تدخل لزول قروش كويسة جدا جدا. كونك تكون ابريزا تقعد ساعة بس مع الدكتور عشان تشوف ورق وحاجات، ودي ممكن تكون بقريبة الساعة بقريبة 700 جنيه استرليني. يعني في حاجات كثيرة انت ممكن تعملها وبتدخل قروش كويسة جدا جدا وانت شغال شغل بارد، ما زي مثلا النساء والتوليد والأطفال والناس اللي بيشتغلوا في الطوارئ والحاجات دي. دي مع تخصصات محتاجة بني آدم ظروفه العائلية وحياته مختلفة تماما. يعني ما معقول يكون عندك أطفال رضع وصغار ولا أطفال في سن المراهقة وانت كل الوقت في المستشفيات وجاري ورا العيانين ما حتقدر تشوفهم. أنا بفتكر أي زول في الدنيا دي بذات السيدات اللي عايزين يتخصصوا حاجة ممكن تكون مناسبة ليهم وتخليهم يقدروا يرعوا أطفالهم يتخصصوا في الطب النفسي، لأنه على الأقل أنت بتقدر تعمل نوع من البالانس ما بين حياتك الأسرية والعائلية، تستمتع بإنك أم، واللي إذا كان راجل يستمتع بإنه أبو، وفي نفس الوقت أنت تكون شغال، وفي نفس الوقت أنت قادر تدخل قروش، وفي نفس الوقت أنت دكتور وانت بتعمل في الحاجه اللي انت بتحبها، اللي هي لازم تكون بتحب التخصص ده. طبعا الحركه الاولى. طيب يا دكتور نرجع نمتحن شهاده ونقرا طب ثاني من البدايه ولا شنو؟ والله دي طبعا مع انا خايفه بعد الله يبدا يقولوا تماضر بتوري الناس ده الطب النفسي بيجاي والناس كلها تجيهم. طيب يا دكتوره كويس جدا دي طيب. خليني اقوم اسالك السؤال ده. أيوه. انا مثلا طالب اتخرجت من جامعه الخرطوم كليه الطب، دارجه مثلا اشتغل في UK. انا بسمع، انا ما طبيب لكن بسمع انه الاطباء بيجوا بيعملوا امتحان اللي يقول لك امتحان البلاب A والبلاب B وكده. التخصص الطب النفسي هل بتنطبق نفس الحاجات ولا في طريق ثاني يعني بيمشوا بيه؟ طيب الطب النفسي عشان انت تجي تسجل في الاول وتجي خاش السيستم بتمشي بنفس الفلتر ديه.
اذا كان انت زول زمان طبعا قبل ما البريكزيت ده، احنا طبعا من الناس اللي جينا ايام قبل ما قبل البريكزيت، انا عندي جواز سفر فرنسي، وانا طبعا الحاجه اللي حابه اقولها للناس، انا كنت طبيب اطفال، يعني انا لو كنت شغاله في باريس كنت طبيب بتاع الاطفال. القصه دي حكيتها لك المره اللي فاتت يا ياسين. أيوة. لكن لانه عندي بنات، وانا يمكن الكلام اللي بقوله كل مره قاعد يخلع الناس، انا ام، انا قبل ما اكون طبيب انا ام، انا بفتكر ما في وظيفه اعظم للسيدات من انهم يكونوا امهات. فانا مبسوطه جدا هسه الحمد لله، طبعا انا فيل انه مش هنضن بناتي ممتحنات الاي ليفل وحيخشوا الجامعات وبيتسغنون عمره 13 سنه، فمش هنضن، لكن انا استمتعت بكل سنه من سنين عمرهم. انا تقريبا خبرتي 13 سنه في الطب النفسي بعمر الصغيره، فمبسوطه انه قدرت اعمل الخبره دي في كل السنوات اللي فاتت دي، وفي نفس الوقت اي تفصيله في حياه البنات دي انا موجوده جواها، قدرت اكون في كل الخانات اللي ممكن تخدني فيها، وقدرت انه انا اشوف البنات. الحاجه دي موجوده في التخصص بتاع الطب النفسي، اذا كان في حد نفسه انه يكون قادر انه يعمل الموازنه اللطيفه دي ما بين انه يكون ابو وام ويكون في نفس الوقت طبيب. فانا جيت من فرنسا، والوقت ذاك البريكزيت كان بيعفيك، قبل البريكزيت كان بيعفوك من انك انت تعمل البلاب وتعمل الامتحان بتاع الاو اي تي والحاجات زي دي وكده. الوقت ذاك ما كان الاو اي تي، كان الامتحانات الثانيه دي. المهم انا ما امتحنتها لانه انا احمل جواز سفر فرنسي، لكن كل الناس اللي بتجي تشتغل في بريطانيا هسه في الوقت الراهن محتاجة إنها تنجح في الامتحانات دي عشان تسجل في المجلس الطبي بشهادة بتاعة ممارسة فول لايسنس، لازم يكون عندك فول لايسنس. بعد ذاك بتبدأ تفكر إنك أنت كيف ممكن تمشي تعمل باقي الحاجات الثانية. أول شيء الناس اللي بيجوا من برا، أنا في رأيي من أهم الحاجات اللي أنت تعملها تدي نفسك فرصة إنك تشتغل سيرفيس دكتور. إذا كان عمرك كبير شوية اشتغل طبيب، حاجة اسمها سيرفيس دكتور اللي هو أو تراست دكتور. والتراست دكتور ده طبيب بيكون يعني بيخش السيستم أول مرة عشان يعرف الباثوي، لأنه الحاجة دي ما عندها علاقة بقدر شنو أنت نولجبل، ما عندها علاقة بعلمك، عندها علاقة بأسلوب الحياة نفسها في بريطانيا، وعندها علاقة بإنك أنت ذاتك تقدر تمنج الترانزيشن. السفر يا جماعة من بلد لبلد ومن ثقافة لثقافة، ومن إنجليزي من بلد بتتكلم غير الإنجليزي لبلد بيتكلم إنجليزي، وبعد ذاك تجي لبلاد انت لا عارف حاجاتها لا عارف الطريقه حقتها. واذا معاك اطفال انت محتاج تشوف مدارسهم، انت محتاج ترتاح شويه تعرف الدنيا دي ماشيه كيف. يعني الاسلوب الهجومي بتاعنا نحن ديل اي شيء لازم يتعامل اخنك فطس في نفس اليوم، ده من اكثر الحاجات اللي ممكن تكون صعبه على الناس ومنهكه جدا. فادي نفسك فرصه يشتغل كطبيب فتره، طبيب بتاع ترز دكتور، يعني يشتغل الحاجه دي شويه، بعد ذاك امشي طوالي واعمل الحكايه دي مع الـ مع الـ مع الـ مع الناس اللي قدامك، تكون اتعرفت على السيستم. بعد ذاك قدم لتريننج جوب. التريننج في الاول الثلاث سنوات الاولى السايكياتري التخصص فيه مقسوم على اثنين، الطريقه المعروف انه السايكياتري مقسوم على اثنين، الجزء الاول في ثلاث سنوات اسمها الكور تريننج، وفي ثلاث سنوات اسمها الهاير سبيشاليتي تريننج. الثلاث سنوات الاولى دي اللي هي انت بتمشي تمتحن امتحان ناشونال، الامتحان الناشونال للسلكشن ده ما قاعد يكون من الامتحانات الصعبه، ده امتحان عادي. وبعد ذاك بيقوموا ياخدوك في الدينري او الجهه اللي هي بتكون بتعمل لك التريننج اسمها دينري، اللي هي ما بتكون ترست، بتكون دينري لكن انت بتشتغل جوه الترست. فلما تيجي تقدم للحاجه دي بياخدوك في السي تي 1 السي تي 2 والسي تي 3 لحد ما تخلصهم الثلاث سنوات ديل، انت بتكون كويس جدا جدا، وبتخليك بني ادم عارف تماما انت مفروض تعمل شنو. فما في استعجال، اخذ الحاجات بالراحه بالراحه عشان تتعلم وتتعلم كويس. يعني حتى الناس اللي بيجوا مخلصين امتحان الزماله، انا في رايي انه ما يمشوا للهاير سبيشاليتي تريننج طوالي، يستمروا شويه يعملوا بريتش، يشتغلوا حاجه اسمها اس اس دكتور اللي هم حاجه اسمها الستاف جريد. الحاجه اللي حابه اقولها في اللايف دي انه في بريطانيا ما في حاجه اسمها ميديكال اوفيسر، اللي عندنا نحن في السودان ما في حاجه اسمها ميديكال اوفيسر. يا في زول بيعمل في تريننج، يا زول ستاف جريت اللي هي ميدل جريت ورك، اللي هو ده للناس اللي ما في تريننج لكن شغالين اقل من الاخصائيين او اقل من الكونسلتنت اقل من الاستشاريين، اسمهم الميدل جريت. والميدل جريت نفسها فيها كم حاجه، فيها حاجه اسمها السبيشاليتي دكتور، وديل دايما بيكون عندهم خبره سنتين في الطب النفسي. بعد ذاك بيمشي لحاجه اسمها سبيشاليست، والسبيشاليست ده للاخصائيين، اي زول
بعد 4 لـ6 سنوات بيبقى سبيشاليست. واول ما انت تتجاوز الـ6 سنوات دي من حقك انك تحاول ترفع نفسك عشان تبقى كونسلتنت. خلونا نخلص من الاولى دي، الطريقه المعروف بتاع الامتحانات، بعدين نمشي للطريقه الثانيه بتاع الستاف جريد. الـ3 سنين بتاعت التخصص الاولى دي في النص بيقسموها لك بامتحانات الممبرشيب. الحابة اقوله انه الممبرشيب اكزام ده، طبعا احنا في السودان عندنا مزايا يا 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 يعني ياسين، لازم يكون في امتحانات ولازم يكون في قتال، وافتكروا انه الشطاره في الدنيا دي الا عن طريق الامتحان. الامتحان ده ما دليل بتاع الشطاره، الامتحان ده عشان حاجه تاخدك لقدام، عشان حاجه بس تخليك تمشي على الهاير سبيشاليتي تريننج. لانه هسه في ناس بيجوا بريطانيا مخلصين الممبرشيب لكن ما عندهم فكره انه ذاته بيعالجوا الناس كيف، ولا الطب النفسي ده بيشتغل كيف. الامتحانات دي حكمه ربنا، وسيله ربنا جعلها بس عشان، لان الوسيله الوحيده المتاحه انك تعرف النولج حق الناس. لكن الامتحان ده بتخش فيه كميه من الحاجات، فيه حظوظ، في ناس بيقدروا يمتحنوا، في ناس ما بيقدروا يمتحنوا، في ناس عندهم ظروف، في ناس عيانين، في ناس ما حالفهم الحظ عملوا اجتهادات ما قدروا يمتحنوا، في زول ما عمل امتحاناته بتاعت الممبرشيب. ده ما بيحرمك انك تبقى اخصائي في يوم من الايام، ولا الممبرشيب ذاته بتديك الحق انك تبقى اخصائي ولا تبقى حتى كونسلتنت. الممبرشيب كل اللي بتعمله ليك انها بتديك الحق انك تمشي الهاير سبيشاليتي تريننج، بتخليك تتمرن للدرجه الاعلى اللي ممكن بعد 3 سنوات انت تبقى اخصائي. الطب النفسي وغيره من التخصصات الثانيه، الامتحانات جزء بس من الاسسمنت بتاع الناس. يعني في حاجات اذا انت ما عملتها كامله بالنسبه لهم انت ما عملت اي حاجه، واللي هي دي دائما لما انت تجي عباره عن كوريكولم كامل فيه حاجات انت بتجهزها، تقارير بتكتبها، برزنتيشن بتعمله، بحوث بتعملها، اوديت بتعمله، كميه من الحاجات، كيس بيز ديسكشن، بتمشي سلو حاجات اسمها الاي ار تي بي بانلز للناس الجايين بعد ذاك ليوكي عشان يتخصصوا. لازم تنجح في الاي ار تي بي بانل، لازم تباصي الحاجه دي قبل ما تباصي امتحاناتك، لازم تباصي في المطلوبات حقت اللي انت مفروض تحققها. فالطريقه المعروفه دي انك تعمل 3 سنين في الكور تريننج، بعد ذاك تقسيمها بالامتحان بتاع الزماله في النص، ولازم يكون عندك خبره بتاع السايكوثيرابي 2 كيسز تعملهم، بعد ذاك تمشي للهاير سبيشاليتي تريننج بتعمله في 3 سنوات. اذا توفقت في الـ3 سنوات دي وخلصتها وقدرت تو بي ساين اوف، بتبقى اخصائي، بتبقى حاجه اسمها بتبقى استشاري اللي هو كونسلتنت بتاع امراض نفسيه. في ناس مشوا طيب بالطريق. يا دكتوره قبل ما طيب تفضل، قبل ما ازالك تورينا الفرق شنو بين الاستشاري والاخصائي. يعني الممبر شيب دي يعني حاجه مست، يعني حاجه لازم الواحد يعملها عشان يقدر يمارس المهنه، ولا هي حاجه زي بريفليج يعني، او ممكن الزول يجيبها بالامتحانات او ممكن يجيبها بطريقه ثانيه؟ بس الحته دي شويه كده يا ريت تشرحها لنا بطريقه اوسع، يعني لانه بتعمل كونفيوجن للناس يعني. طيب هي طبعا لانه الحاجه دي ما موجوده عندنا في السودان، ما قلت لك المشكله يا ياسين انه ما بيدوك فرصه انك تشرح لهم. يعني يا ستي لما تقول الكلام ده في ناس كثيرين ممكن يشككوا. انا تماضل ما عندي ممبرشيب، ما عندي امتحان، ما عملت امتحانات. اول حاجه انا شغلت جدا في القصه بتاعت انه انا توتيك البنات ان واكون موجوده معاهم، فعملت الـ3 سنين بتاعت التخصص الاولى بتاعت الكور تريننج دي، وخلصت السايكوثيرابي والحاجات اللي انا كنت عايز اعملها. لما حسيت انه الحاجه دي ممكن تليد مي لبيرن اوت، انا اكثر زول في الدنيا دي بخاف على رقبته وبحين على رقبتي جدا، ولقيت في نفس الوقت انه الحاجه دي ممكن تاثر حتى على شغلي مع بناتي وعلى اختي بهم. وده انا لسه بقوله للسيدات انه القرايه والشغل والحاجات دي ات كان كم ويز تايم، بتجي في اي وقت انت ممكن تشتغل، في اي وقت ممكن تمتحن، في اي وقت ممكن تعمل حاجاتك كلها. لكن اصله مستحيل اولادك يصغروا تاني، يعني اف يو مس وقت من حياه اولادك ديل، الحاجه دي لا تعوض على الاطلاق، خلاص مست. كبرهم واعمل لهم حاجاتهم وارجع تاني اعمل حاجتك. لكن عشان انت تكون جاري كل الوقت وتهملهم، انا تخيل لي ده انا من منظوري انا الشخصي، ما بتخيل انه في اي نوع من التكسب المادي ولا المعنوي ولا العلمي ولا اي نوع من الانجازات على الصعيد بتاع العمل قصاد انه اولادك يروحوا من يدك، وانت تفقد كميه من التواصل بينك وبينهم عشان انت بتفتكر انك بتصنع لهم مستقبل. انا افتكر ده قمه الفشل، انا في رايي كده. لانه اي حاجه في الدنيا انت ممكن ترجع لها ثاني. هسه انا هرجع لامتحان الممبرشيب في يوم من الايام وهعمله، ما في حاجه حصلت يعني، انا مشغاله كويس واي شيء. فالناس اندر جراديويت، ودي انا حابه اضيفه برضو، الناس لما يكونوا في الكليه حقت الطب ظروفهم في الاغلب زي بعض،
يعني بعدك انت ممكن تقيس روحك مع الباقيين من زملائك ودفعتك والناس اللي قدرك، تقوم تقول والله الناس نجحت في ده، الناس عملت ده، ليه انا ما قادر؟ بتقدر تقول كده لانه ظروف الناس زي بعض. لكن كونك انت مشيت في البوست جراديويت ما بعد التخرج، الناس بيخلصوا التخصص 200 والناس بيمتحنوا 200 والناس بيعملوا حاجاتهم 200، دي ما في زول بيقدر يقول انه والله الخط ده مفروض الناس تخلص منه في 6 سنين 7 سنين 8 سنين. ده بعد ده بيعتمد على ظروفنا، لانه بعد التخرج ده في ناس بيعرسوا، وفي ناس بتحصل لهم ظروف، في ناس بيسافروا، في ناس بيقعدوا في نفس البلد اللي هم فيها، في ناس بتحصل لهم بيعيوا بيمرضوا، وفي ناس حصل لهم مشاكل في حتات في حته ما. يعني ما بتقدر تقوم تقول انا والله انا زي باقي الناس دي كلهم المفروض اعمل حاجاتي دي كلها في وقت محدد. لا، ما تعمل حاجاتك في وقت محدد. يا جماعه الدنيا دي فيها كميه من الاوبورتونيتيز وفيها كميه من الفرص، انت اقدر الناس على اقتنامها. وانا بقول انه الحاجه دي مثلا انا رمضان بتنفع معي، في زول داري يبدا التخصص ده طوال الكور تريننج، يعمل الامتحانات ويمشي الهاير سبيشاليتي تريننج ويبقى كونسلتنت في 6 سنوات، في زول داري يعمل كده. وفي زول ممكن يكون زينا نحن كده، انا ومعي مجموعه كبيره من الناس، انت بتستمتع بالرحله نفسها، الحاجه اللي انت بتعمل فيها بتستمتع بيها. الناس اللي معاك ديل من اطفال وازواج وزوجات ما بيدفعوا ثمن انك انت منهك نفسيا وماديا ومعنويا، وما عندك وقت لا لبيتك لعيالك، جاري وساك الامتحانات وساك الشغل وساك النبطيات وساك الكلام ده، من غير ما يكون في موازنه عادله لحياتك وحياه اسرتك والناس اللي معاك ديل، من غير ما يكون عندك وجود فيها. انا من الناس اللي عملوا الكور تريننج، عملوا 3 سنوات دي وقدرت اتجاوزت المرحله اللي كانت صعبه في حياه البنات. لكن بعد ذاك لما بيجوا كبار شويه، المفاجأة إنه الأطفال لما يكونوا صغار، ودي أنا بقولها كأم للناس للأمهات، يعني لما يكونوا صغار شديد ما بيكونوا محتاجين لك زي ما يكونوا هم كبار. لما يبقوا كبار وعايزين تتكلم معهم وعايز تدير معهم حوار، هم محتاجين لك في الوقت ذاك. لكن هم صغار دي أصلا ما مشكلة، أكبر دي فعلا الكارثة بتكون هنا لما يكونوا أكبر. فبعد ما مشيت المرحلة دي طوالي نزلت لي حاجة اسمها ستاف جريد. الستاف جريد ديل اللي هم ديل 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 اخصائيين الطب النفسي، اللي هو انت بتصل في النص اللي هي بعد 4 سنوات. انا عملتها في 4 years، عملتها 4 سنين. لما تميت ال4 سنوات قررت انه انا حامشي في الستاف جريد ديل وحاشتغل من الساعه 9 للساعه 5، وده خط في ناس كثيرين بيمشوا فيه لانه ما فيه نبطشيات، بتشتغل من الساعه 9 للساعه 5 وما في ولا في بيت مبيت في المستشفيات، ولا في زول محتاج انه يشتغل ويكند، ولا محتاج تتعب نفسك التعب ده كله. بس فيفضل لو عايز تزني في الحته دي ياسين. تمام تمام جدا جدا، ده طوالي بس بورلينا. بعد ذاك اول سؤال بيغودنا للفرق بين الاخصائي والاستشاري. طيب انا ما قلت لك انك عشان تبقى كونسلتنت بالطريقه المعروفه دي، اللي هو انت بتمتحن امتحاناتك وبتعمل الكور تريننج وبتعمل الهاير سبيشاليتي تريننج وبتسجل في الرويال كوليدج، بتسجل في الكليه الملكيه البريطانيه لاخصائيه الطب النفسي، وبتكون ممبر معاهم، ما انت عندك امتحانات فبتسجل في الاتجاه الثاني وبتظهر عندهم في الريكورد حقتهم انه تمادر محمد الحسن استشاري طب نفسي، بتظهر قدام اسمك يعني كونسلتنت سايكاتريست. الجي ام سي برضه بيكون عندك الريكورد حقك انك انت مسجل في السبيشاليتي ريكورد بتاعتهم، فبتكون موجود هناك. طيب الناس زينا نحن زي انا، الناس اللي اختاروا انهم يصلوا للميدل جريد وبعد ذاك يشوفوا نفسهم دارين يعملوا شنو، إذا أنا ممكن أستعمل نفسي كمثال للناس الراغبين يمشوا في نفس الاتجاه بتاعي، لأنه أنا دائما بيجي ناس إلى لي أنا تماطر أنت وات يو هاف دن. طيب أنا عملت ال4 سنوات الأولى ومشيت على الإس إس. في خلال ال4 سنين دي أنا اتخيلت بقيت أعرف حاجات كثيرة في الطب النفسي وحاجاتي فيها مشت كويس، فمشيت على إعادة التأهيل للمرضى المصابين بالذهان، لأن أنا كنت بحب الريهابليتيشن جدا، فاخترته. في خلال ال4 سنوات دي بمرنوك على كل الحاجات، كل الديبارتمنت بتاعت الطب النفسي، شيخوخه على ناس كبار، على اطفال، على احتياج خاص، على فرينزيك، بتعمل كل الحاجات. بعد ذاك بيخلوك تختار، فانا اخترت الناس الادلت والناس اللي عندهم علاقه بالريهابليتيشن. فلما تبقى ميدل جريد دكتور، بعد ده من حقك انك تشوف انت داير تعمل شنو في حياتك. اول حاجه انا عملتها حاجة اسمها سكشن 12 ابروف دكتور، وده عنده علاقة بالمنتل هيلث اكت، بقانون الصحة النفسية، وده اللي قبل شوية قلت انه بيكون مصدر للانكم بتاع الناس، بيدخل القروش للناس. لكن قبل ما يدخل القروش، اهميته انه
بيتضاف لك نقطة. يعني الناس اللي بيمشوا بالميدل جريد في ناس بيقعدوا ميدل جريد إلى أن تقوم الساعة لحد ما يطلعوا من يطلعوا المعاش، ما بيكونوا دارين يمشوا. أنا من الناس اللي enjoying الديستنيشن ده نفسه، أو enjoying الجيرني دي قبل ما أنا أصل الديستنيشن الأخير حقي. فلما وصلت الحتة دي قررت طوالي إنه أنا بعد ذاك أبدأ أبقى أبريزا للترست وأشوف الناس وأشوف أوراقهم. بعد ذاك بديت أبقى educational supervisor، بقى عندي medical students، عندي طلبة بتاعين كلية الطب بجيبهم وأدرسهم، بدوني لهم في محاضرات well design يعني. وبعد ذاك بقيت من الناس اللي بيشتغلوا في soft skills، ودي واحدة من الحاجات اللي ممكن تعملها أنت as a psychiatrist، تبقى لك مصدر بتاع إنكم لو أنت قررت في يوم من الأيام إنك تشتغلها. والسوفت سكيلز دي الحاجات اللي عندها علاقة بالكوميونيكيشن سكيلز والليدرشيب والمانجمنت للناس اللي انترستد في النوع ده من الشغل. النوع ده من المحاضرات it can create so huge money للكمبانيز والحاجات زي دي، بالذات لما يكون ديليفر بالسايكاتريست لأنه شكله مختلف شديد. في الفترة دي نفسها في خلال السنوات اللي أنا قعدتها دي أنا اشتغلت على الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي، بديت أشوف ناس السايكولوجي والقصة تحت العلاج النفسي غير الدوائي، وبديت أعمل عليه كمية من الشغل. بيحتاج الميدل جريد، بيحتاج إنك تشتغل أنت على نفسك، وكل ما أنت بتكون بتشتغل كويس المحل ناس الشغل اللي أنت شغال معاهم هم اللي ستارتد تو ريكوجنايز يو. يعني إحنا في الليفل حقنا ده الريكوجنيشن حقنا بيكون عن طريق التراست اللي أنت شغال فيها. فالتراست بتقول إنه والله أنا شايف إنه طمادور الحسن دي في نفس الموقع بتاع الكونسلتنت سايكاتريست، فبدون حاجة اسمها لوكم كونسلتنت سايكاتريست. ففي الفترة اللي فاتت أنا كنت عاملة حاجة اسمها أكتين أب كونسلتنت سايكاتريست، اللي هو حاجة بتخليك تصل لمرحلة كده تبقى أبروف سكشن يعني آر سي ريسبونسبل كلينيجن، وحاجة تانية اسمها أبروف كلينيجن، وديل تو ستاتس مهمات جدا جدا. إذا أنت شلت ورقك ده وده تبيع نفسك في حتة تانية بتمشي أز كونسلتنت، بتاخد الريكوجنيشن از ا كونسلتنت. انا سامعه صوتي بيتردد يا ياسين. يعني ترى تمام ايوه لو وقفت الصوت الزوم من عندك تقريبا. اتخيلي بس ياسين لو قفل الزوم حقه بعد ذاك ثاني ما في صوت بيطلع. طيب اوكي طيب ده اسي انا بقوله للناس اللي عندهم رغبه فعلا انه طفلوا الاستريم حقنا ده كاس اس دكتورز اللي هم ديل الناس اللي ان ذا ميدل اللي هم الاخصائيين. ف بعد ذاك انت بتمشي ثرو بانيلز بيقوموا يعملوك اسوشيات سبيشاليست، وبتستمر اسي حاليا بيجوا اسمهم السبيشاليست جريد اللي هم الاخصائيين. واي زول عنده اكثر من 6 سنوات هو اسمه اخصائي، وبيقدر بعد ذاك تبقى عندك الكلينيك حقك، وبتبقى يعني انا عندي عياده حقتي انا غير الاونلاين دي، عندي عياده حقتي يعني فيس تو فيس، وبشوف عيانين وبتكتب روشتات وبتعمل حاجاتك كلها. وبعد ذاك ممكن تبقى استشاري وزين الكونسلتنسي اللي عندك دي وزين السبيشاليتي اللي عندك دي، ممكن تبقى كونسلتنت في حاجات تانية. يعني هسي مثلا انت لو بتحب الكهرباء والحاجات زي دي وشايف نفسك ممكن تشتغل في الاي سي تي كويس، وليكن عليهم نشتغل حاجه عندها علاقه بالكهرباء لانه شايف الناس دي كلها ما بتعرفها كويس حتى الدكاتره يعني. فالكهرباء دي واحده من التخصصات اللي انت ممكن تشتغلها وزين السبيشاليتي حقتك، وتبقى استشاري في الكهرباء لانك حتشتغلها براك، وبتبقى عندك عياده باسمك بتاعت كهرباء. فالحياه دي ما بالقساوه وما بالصعوبه اللي بيشوفوها الناس برا يعني، او الناس بيتخيلوا انه الخط بتاع الاطباء في الطب النفسي. ولسه بقول لكم انا ما عندي فكره عن باقي التخصصات، لكن الطب النفسي ده بيشتغل بالطريقه دي. يعني اذا انت عندك وسائل محدده وعندك برايورتيز محدده وعندك حاجات محددة داير تنجزها في وقت محدد، من حقك تعملها وانت بتشتغل على قدر قدرتك. ما في زول بيضغطك في حتة محددة ولا برسلك في اتجاه محدد، بالعكس دايما بيكون في نوع من الدعم للناس على حسب ظروفها، وبيدوك شغل في الوقت اللي انت دايره، وبتعمل الحاجات بالطريقة اللي انت دايرها. والتريننج وغير التريننج انت ممكن تعمل بار تايم او تعمل فول تايم على حسب الشيء اللي انت داير. وفي ناس بيشتغلوا بدوام كامل الاسبوع كله، في ناس بيشتغلوا 3 ايام في الاسبوع، في ناس بيشتغلوا يومين، في ناس بيشتغلوا 4 ايام، بمزاجك. انت داير تخلص مع الناس بتشتغل فول تايم، اذا انت داير تشتغل بمزاجك وعندك حاجات تانية بتعملها يبقى برضو انت عندك الحق في انك تعمل اي حاجة تانية وصعد الحاجات اللي انت بتعملها. فدوري اي زول في الدنيا داير يصل لهدفه في 100,000 طريقة انت ممكن تصل بها، بل بالشيء المتاع عندك غير الطريقة المعروفة بتاعت انك انت تتخصص عن طريق الامتحانات.
في حاجة تانية اسمها Article 14 اللي هو حاجة اسمها سيزر بروجرام. السيزر بروجرام ده للناس زينا، الناس اللي ما مشت عملت هاير سبيشاليتي تريننج، وده متعارف عليه في الرويال كوليج وموجود على صفحات الجي ام سي. يعني اذا انا داير اعمل وبعمله في ويزن 1 يير ممكن اعمله في سنه، بدل 3 سنوات بسجل البروجرام ده في سنه. محتاج تجيب كل الدوكيومنتس حقتك وتعمل سبمشن للبورتفوليو حقك، وبيجيبوا بانل بتاعت ناس بتشوف البورتفوليو حقك وبتقول اي والله زول الواقف قدامي ده بيستحق انه يكون كونسلتنت سايكاتريست، وبعدك بيظهر اسمك في الريكورد بتاعت الرويال كوليج وبتاعت الجي ام سي انه تماضل الحسن، يعني بالرويال كوليج وبالجي ام سي عندها الاستيتس بتاع الكونسلتنت. الحاجه بس الدايره اطمن ليها كل الناس اللي بتشوف الاستيتس بتاعت الناس واسمائهم والحاجات اللي بيكتبوها، تاني بعيد الكلام ده از فيري ايزي انك انت تشيك. يعني ما في دي ما دول الخليج ولا السودان ولا غيره، محلات الحاجات جايطه وما في زول عارف منو بيعمل في شنو ولا منو وضعه شنو ولا منو جاي من وين ولا ورقه ده جاي من وين. البلد دي بلد قانون والحاجات فيها واضحه جدا. اي زول اذا عندك اي شك في اي زول انت ممكن يو كان تريس، لكن قبل ما تشك كمان ادي الناس فرصه انها توريك، لانه الحاجه دي ممكن تفتح قدامك كميه من الابواب وتوريك كميه من الحاجات. تفضل ياسين. تمام، يديك العافيه. يعني ده تخلي يعني انت خدت لنا الليله النقاش الحروف وكان عندنا اسئله كثيره جدا. ف ناس الكلب هاوس الناس الفيلد بتاع سايكاتري، يعني في ناس بيكونوا وصلوا مراحل متقدمه جدا، لكن بتحصل لهم كيس بتاعت ابيوز مثلا، يعني بيعملوا هم ذاتهم ابيوز الغناء بتاعهم، يكون زول كبير كده وبتاع وهم يعملوا مشكله مع مريض ولا كده ولا بتاع، وبتيجي تلاقيهم شغالين في ارياز ثانيه وحتات ثانيه. كيف الكوميونتي بتاعكم بيتعامل مع كيس زي دي؟ يعني مريض في حاله بتاعت فورنبيليتي هاز بين اتاك باي الدكتور بتاعه سايكاتري، وبعد ذاك حصل الكيس واتقفل الكيس، بعد شويه السايكاتري ذاته النيرج شغال في حته ثانيه، والكوميونتي بيكون عارف، يعني مؤكد بيكون عارف، لكن بتبقى زي جوسف كده بتخلي الاذر فورنبل بيشنتس بيكونوا يعني كده سسبتبل للاتاك ده. انه في زول بيعمل ابيوز للناس، يعني انه في سايكاتري في سايكاتري اوكي تمام عنده بيشنت، سواء بيشنت او سايكاتري ده لا ناس فورنبل وكده وكلام زي ده، قام الطبيب يعني ابيوز المريض ده، يتحرك به وحصل له اي حاجه. المهم طيب، وقام حصل فيها كيس، والكيس يعني كده، والزول مثلا نليفايد اللايسنس بتاعته براكتس ميديسن ولا غيره. طيب، وجا ظهر في حته ثانيه براكتس ميديسن وبصوره ممتازه سايكاتري وكده وبتاع. الكوميونتي بتاع سايكاتريست عارفين الكلام ده، والكلام ده ما في مثلا كيس ولا كيسين، انا شفته في 4 5 كيسز. طيب، لكن في شكل جوسب، فما عارف الحاجه دي يتعاملوا معاها كيف، يفترض انه يحصل شنو. والله طبعا بس ده الا كان في السودان يا انور، ده الا لو في السودان. ديفنتلي في السودان طبعا. اي ده في السودان، ده طبعا بتحصل فيه كميه من الجرايم، ما في زول قاعد يعرفها ولا هو ذاته بيحصل شنو. خليك من الناس اللي بيشتغلوا في الطب النفسي، محلات العيان مرات ما بيقدر يدافع عن نفسه، حتى في الامراض العاديه الثانيه الناس في عندهم فول كاباسيتي بيبقى صعب انك انت يعني تخلي الزول قدامك ده يعني يقدر كيف مثلا يستمر في الحاجه اللي هو بيعمل فيها، ولا تقدر انك تعاقب الطبيب ولو ما عنده اسكس وبيتعامل وبذاته بيتحرشوا بالمرضى ديل. الطب النفسي يسي مثلا عندنا هنا في UK ما بيخلوك تشوف العيان من غير محرم، لازم يكون عندك محرم، ولازم اللي هي حاجه اسمها شابرون، والشابرون ده ما عشان العيان وبس، عشانك انت ذاتك كطبيب، لانه المريض ممكن في اي وقت يجي يقول، في ناس مرضى عندهم مشاكلهم يعني تهيؤات وحاجات، ممكن يقول والله تماضر دي لما جات اتكلمت معي اتحرشت بي، ولا تماضر دي قالت لي كلام بطال ولا كده. انا شخصيا ما بشوف اي عيان الا يكون معي زول اصله، ما بشوف عيان زي، لازم يكون معي ممرض، لازم يكون معي واحد من الممرضين على اساس انه العيان ذاته يكون ضامن سلامته ليروحه، وفي نفس الوقت انا اكون ضامنه سلامه البراكتس حقي. وده سم خليني انا حتى التعامل مع الجمهور العادي، حتى للناس اللي بعرفهم والبيجو عن طريق ناس بعرفهم كده، قاعد اقول لهم انا اي بريفير اشوف الناس عن طريق الكلينيك، لانه ده بيحفظ حقك. ما في زول بيجي راجع يقوم يقول والله انا في فلان يعني اتحرج بي، ولا فلان قال لي كلام بطال ولا كده.
فالزول القاعد في السودان دي اذا ثبت انه فعلا عمل الحاجه دي واللايسنس حقته هتبين ستوبت يعني بس اشتكوا للجي ام سي يا جماعه. كونك تشتكي الناس اللي عندهم فعلا مشاكل ده مهم جدا انك تشتكيهم، لانك انت بتمنع بخطرهم على ناس كثيرين واقفين قدامك، وده ما حاجه كعبه، دي حاجه كويسه جدا جدا. انت كده لو وقفت الزيكزول بالعكس انت حميت الناس من النوع ده من التغولات عليهم. فكونك انت تتكلم ولا انت تقول ولا 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 تريبورت زول عمل حاجه غلط ولا 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 توري انه والله في بني ادم فلان الفلاني ده عنده خطر وعنده ريسك على العيانين، ده حاجه معروفه ودي حاجه كويسه. احنا حكمه ربنا ما بيعمل غلط ده اللي احنا بنكون حريصين نسكه نجيب اجله، واللي بيعمل غلط ده اللي احنا بنستره. ده زي الزول يعني انور، زي الزول تيجي يخطب له زوله وانت تكون عارف مشاكله، يكون نوع اللي بيشرب ولا بيستعمل مخدرات وفعلا يعني very unwell، وممكن يكون زول ريسكي وزول بيضرب وكده، ما في زول بيقول لك الكلام ده ولا في زول بيوريك. بيفتكروا انهم كده لو قالوا لك زول قطعوا رزق الزواج ده، ولا زول يكون انت عارف انه هو موقف من الممارسه بتاعت الطب لانه مثلا عنده مشاكل، فانا ما هتكلم لانه انا بفتكر ان انا كده قطعت رزقه. وانا افتكر المفهومين ده المفهومين غلط، انت لا قطعت رزقه ولا اي حاجه، كل شيء ولا الطب، كل شيء ولا الطب، وكل شيء ولا امراض الناس، وكل شيء ولا الحاجات اللي فعلا ممكن يعني في ناس يستعملوها عشان يصلوا لمآربهم، وحاجات فيها اساءه للناس وفيها مشاكل وفيها حاجات زي دي حاجات اصلا ما فيها هزار ولا اي شيء. ويستحسن انه الزول يكون قادر على انه يجاهر ويقول ويتكلم معاه عديل ويقول له اذا انت ما وقفت الحاجه اللي انت بتعملها دي احنا وي ار جوينج تو ريبورت يو، والله هنشتكيك وهنكلم لك الجهات اللي هي بتشتغل في الحاجه دي وما حنسكت، احنا هنتكلم. فالحاجه دي ضروريه انكم تعملوها يا 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 انور، حتى لو انتم بتعرفوا، ما بالضروره يكونوا زملاء والدكاتره، حتى عامه الناس ممكن يتكلموا مع المجلس الطبي السوداني وباسم الطبيب، وانكم انتم عندكم راي في ممارسه الزول ده للمهنه بتاعته، انه ما سيف على العيانين. يا جماعه الناس اللي بيكونوا ما سيف على العيانين ده، انت ما بتضمن انه اخوك ولا اختك، ابوك ولا امك ولا ولدك ولا بنتك ولا زوجتك ولا انت اللي رقبتك في يوم من الايام تكون مريضه، لانه ما معروف الدنيا يحصل فيها شنو، فممكن يعالج لك زول اذا انت عارفه انه هو ما زول مؤتمن على الزول الواقع قدامه ده. فما في مجامله، الحاجه دي ما فيها مجامله، انت محتاج انك تقول الحاجه دي عديل. طيب في الكلب هاوس برضه في سؤال في الحته بتاعت الفرق ما بين الاستشاري والاخصائي، واللي هي قال لي بالك اخونا دكتور ياسين، انه كيف انه ده زول اخصائي وده زول استشاري. يا جماعه قصه استشاري واخصائي دي الفروقات فيها فروقات ما شرفيه، ما عندها علاقه بالشرف. الناس دي بياخدوا نفس المرتبات وعندهم نفس المخصصات، بالذات الناس الهايلي سينيور في از سبيشاليست جريد، الناس الهايلي سينيور مرتباته ممكن تكون اعلى من مرتبات الاستشاريين، والمسؤوليات مرات اللي عليهم زيها وزي الاستشاري ما اقل منها كثير، وممكن يكون عنده نفس الحاجات اللي بتخليه تو اكت اون ذا سيم ليفل، ما اقل منها كثير. الفرق الوحيد في الموضوع ده كله انه الاستشاري اللي عنده حاجه اسمها اي سي ان ار سي ديل ناس ممكن يكونوا عندهم قدره على التعامل مع الحاجات اللي عندها علاقه بالمنتل هيلث اكت اللي دي ما عندكم في السودان، يعني الناس اللي بيكونوا قاعدين في السودان قانون الصحه النفسيه ما قاعد يكون مظبط على الحاجه دي شديد، يعني التريننج ما وصل للمرحله دي. ديل بيكونوا مسؤولين مرات في سبيشاليست ما عندهم يعني وضعيه بتاعت حاجه اسمها الابروف كلينيجن والريسبونسبل كلينيجن، اللي هم دول وضعين عندهم علاقه بالمنتل هيلث اكت، اللي هم كتابه الادويه، يعني اذا داير ترسله لكهرباء، اذا انت داير ترسله لبيته ولا داير تطلعه للكوميونتي اللي هو عايش فيه تحت حاجه اسمها الكوميونتي تريتمنت اوردر، ده محتاج زول يكون بيعرف الحاجه دي، يكون عنده الاستيتس دي. ده الفرق بيناتهم، الفرق ما فرق شرفي، الفرق بيناتهم فرق في المسؤوليات، اتس ديوتيز. يعني لو حصلت مشكله لو مشيت للكورونر، انا ما عارفه اسمع النازل بالعربي شنو يا اخواننا، لكن هم قاعدين نقولوا مالي زي هيئه المحلفين. هنا لما تحصل حاجه، لما انت تطلع عيان بالذات في المنتل هيلث، لما تطلع عيان والعيان ده يمشي ينتحر، ولا العيان ده يمشي يرتكب جريمه، ولا تحصل مصيبه نتيجه لانك انت خرجت العيان من غير ما تخطه تحت يعني سكافولدنج سيستم، تحت خطه علاجيه لما تطلعه للكوميونتي من غير ما تعرف انت مفروض الخطر اللي بيسببه العيان ده تتعامل معاه كيف؟ دي مسؤوليتك كطبيب مداوي. يا
يعني اسيا انا سبيشاليست جريد في الوقت الراهن، انا كنت قبليها بس بثلاث شهور كنت كونسلتنت. من حقك تترجح لو حبيت تبقى تاخذ التايتل بتاع الكونسلتنت بذات الناس زينا، لاننا جايين من الميدل جريد. انا الليله ممكن اخذ لي جوب لانه انا عندي نفس الحاجات اللي بيحتاج لها الكونسلتنت باسم الكونسلتنت. ممكن اكون موجوده في الوضع ده از كونسلتنت، ويوم الاقرر انه انا دايره اشتغل الشغل ده از سبيشاليست جريد ويكون في الحته اللي انا شغاله فيها فيها كونسلتنت ياخذ المسؤوليه بانه يمشي المحكمه وكان حصلت حاجه غلط، من حقي اقول انا عايز ارجع ابقى اسوشيت سبيشاليست وما دايره امشي ابقى كونسلتنت. انا في الجوب اللي انا داير اعملها دي دايره اكون سبيشاليست. القصه دي عندها علاقه بمسؤولياتك، دي اهم حاجه. احنا دايما عندنا الاوضاع دي اوضاع شرفيه، بنعاين لاي حاجه انه انا الاخصائي ولا انا الاستشاري ولا ديل هم المسؤولين. لو اي حاجه حصلت رونج في العنابر اللي انتوا بتغطوها ولا الكوميونتي سيرفيسز اللي انتوا شغالين فيها، الكونسلتنت هو اول زول تو بي اسكت. فمن حقك حتى كان انت من عن طريق الرويال كوليج ولا اي حاجه ادوك كونسلتنت، انا ما داير تو اكت اون كونسلتنت ليفل، انا داير اكون سبيشاليست ولا اي حاجه، من حقك تطلب الحاجه دي وتشتغل از سبيشاليست وزول يشيل المسؤوليه. اذا اشتغلت في وظيفه عاديه وحسيت انك انت از كونسلتنت ممكن تكون في الليفل ده وهم محتاجين كونسلتنت، ممكن تو ابلاي وتشتغل كونسلتنت. في يا جماعه يعني الحاجه اللي عندنا في السودان دي ما مطبقه هنا في بريطانيا في القصه بتاعت الطب النفسي دي شديد، بالذات اذا انت اوريدي وجوت الاستيتس ده عن طريق الحته اللي انت شغال فيها. يعني انا تاني برجع اقول لكم اصلا الناس اللي عملت امتحانات ديل وضعهم معروف وحاجاتهم واضحه. الناس زينا ديل هم اللي ممكن يختاروا الحاجه اللي هم عايزين يعملوها. انا شخصيا مع اي حاجه ممكن تخليني اختار وضعي في حته محدده، لانه انا محتاجه اكون موجوده في محلات ثانيه زي بيتي وحاجاتي اللي بتخصني والعمل الطوعي اللي بعمله ده ذاته بالنسبه لي حاجه مهمه، بالرغم انه في ناس كثيرين يقول لك مع شغل الـ NHS احنا شعرنا وقت ما ده السبب اللي خلاني اجي طب النفس، عشان يكون عندي وقت اسرح شعري وعندي وقت اتكلم مع الناس وعندي وقت اشتغل شغل طوعي. انا ماسك الكوميونتي حقنا ده فور ذا لاست 7 ييرز، ارجحت من رئيس كوميونتي لامين مال لعضو عادي شغاله مع الجاليه السودانيه الموجوده في نيوكاسل دي لسبع سنوات، دورات لها سبع سنوات وشغاله في كميه من الحاجات التطوعيه. اذا انت بني ادم بتحب النوع ده ما داير تكون محصور بس في انك انت زول اتشيفر، داير تكون ليدر، لانه ما اي زول بيبقى ليدر، ما اي زول غائد. في ناس بيحبوا يكونوا غاده، اذا انت غائد ما بتقدر تشتغل الشغل التيبيكال بتاع الدكاتره المعروف ودواماتهم الصعبه وحاجاتهم وشغلهم ليروحهم للحاجه اللي هم عايزينها للاتشيفمنت حقهم. عشان كده مرات كثيرة بتلقوا عدد كبير من الأطباء ما عندهم علاقة بالحاجات الطوعية وما عندهم علاقة بالكوميونيتيز اللي هم عايشين فيها، لأنهم بيكونوا مشغولين بالحاجة اللي هم بيعملوا فيها دي. فإذا كان في زول انترستد في حاجة تانية غير الشغل اللي هو بياخد منه عيش ده، أنا ممكن أشتغل شغل تاني بجنب أخلي الناس التانيين يستفيدوا مني، أقدر أقدم يديدي في حتات تانية. It's a choice. It's a choice وchoice محترم وبيخليك كمان تاخد كمية من البريفيليج والحاجات، وبيعمل لك نوع من الساتسفاكشن للسلف استيم حقك. البني ادم كونه يساعد رقبته دي مرحله بالمناسبه، لكن تبقى انت قادر تساعد غيرك وتقيف مع غيرك وتمد يدك لغيرك، دي مرحله مختلفه تماما. دي مرحله مختلفه تماما، ودي واحده من الحاجات اللي بتزيد من ثقتك في نفسك، بتقوي من قدرتك على السطح، على انك انت تقيف وانك انت تساعد غيرك وانك انت يكون عندك بصمتك في مجتمعاتكم. حكمه ربنا في ناس بيكونوا يعني عندهم الرغبه انهم يعملوا الحاجات زي دي لكن ما عندهم قدره عليها، فلما يشوفوا في ناس بيعملوها بيكونوا زعلانين منهم يعني. فانت ده خيارك، يعني انت لو داير تقدم لمجتمعاتك وداير تكون زول معروف وداير تكون زول مشكور وكده، لازم يكون عندك انبوت على مجتمعك. انا دايما بقول الكلام ده، انا ما بعرف كم الناس بتوافقني فيه، كونه يكون في ناس اتشيفرز قدروا قدموا حاجات لروحهم، فازوا بجائزه شنو، اخذوا جائزه شنو، وعملوا شنو، وصلوا لشنو، اخترعوا شنو، ده بيلزمهم لروحهم. اي زول في الدنيا دي ما بيقدر يقدم خير لمجتمعه، بتبقى الفائده العمله دي لرقبته بس، لرقبته. انا اصلا حكون يعني انا حكون فرحانه عشانه هو كانديفيديوال كفرد، لكن ما بكون براود به كزول غايد. اي زول بيقدر يقدم لشعبه ولناسه والناس اللي معاه وبيقدر يكون عنده قدره على العطاء، ده البني ادم المفروض يحتفى به. لكن الناس الاتشيفرز الناس اللي بيعملوا حاجات لروحهم ده ناجحين لروحهم، لكن ما ناجحين لمجتمعاتهم يعني. ونحن يا دكتوره في مبادره الباحثين السودانيين بنحتفي بك يعني اشد الاحتفاء، لانه بيقدمي في
بتقدمي في معرفه وفي اويرنس اللي هو تثقيف وفي في 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 مواضيع حيويه جدا جدا اللي هي العنف ضد المراه، حقوق المراه، تمكين المراه، يعني الحاجات دي كلها يا جماعه حاجات مهمه جدا جدا. يعني في ناس كثيرين بيفتكروا انه والله دكتوره تواضر دي ضد الرجل، هي ما ضد الرجل ولا اي حاجه، لكن هي بتشتغل في حته يعني نحن ناقصينها، يعني اللي هي الحته بتاعت التعليم بتاع المراه. يعني اسف نحن عندنا مثلا مدينه رفاعه نحن دائما لما نذكرها بتعليم المراه، لانها حاجه جميله جدا جدا، ونحن من اوائل الدول الافريقيه والدول العربيه المارسة التعليم، تعليم المراه بصوره جميله جدا جدا. فنحن الليله بنزعل لما نلقى واحد يجي يقول لك والله يا اخي المراه في مطبخها ولا المراه بس حدها المطبخ وكذا، يعني ما هو احنا ذاته برضه بنشتغل في المطبخ يعني. شكرا. يعني بنغسل العيد بنعمل اي حاجه يعني. فنحن والله فخورين بك شد الفخر يا دكتوره. شكرا. والحاجه اللي بتقدمي فيها دي يعني نحن عارفينها على حساب وقتك وجايبه لك الردم يعني لدرجه والله ساعات شديده خلاص. ما عندها شهادات والدكتوره تفاضل دي ما يعني ده ما زول ده ما شغل زول. داريني يسحروني يا ياسين، داريني يسحروني. لا ما شاء الله تبارك الله. لكن الليله يا جماعه دكتور ما وريتكم انه والله هي اختارت الشغل ده، اختارت الطب النفسي لانه بيديها براح وبيديها وقت ثاني تشتغل فيه اللي هو الشغل العمل التطوعي. وانا شخصيا بحب العمل التطوعي جدا جدا، وعارف انه العمل التطوعي ده بدخل الزول بدخل الناس تردمه كده لما الله يغفر لك، لكن في النهايه بيجيك الاجر وبيجيك الناس الناس اللي بيقدروا. يعني انا بشوف انه ما شاء الله دكتور تماطر دي لما تعمل لايف، يعني انا مرات كده بقول يا جماعه احنا كده نصل 200 المرحله بتاع دكتور تماطر عشان اللايفات بتاعتنا دي تجيب ناس يستفيدوا منها كده يعني. فربنا يديك الصحه والعافيه يا دكتوره، والحاجه اللي بتعمل فيها دي حاجه عظيمه جدا جدا. طيب يا جماعه احنا فضلينا 25 دقيقه اذا الدكتوره وكده سمح. لا جدا ما في مشكله، حندي فرصه للناس اللي معانا في الزوم والناس اللي معانا في الكلاب هاوس يا استاذه نهلة لو دارين يشاركوا يعني. شكرا يا دكتور ياسين. معانا سؤال من كلاله، من قبل كان عنده كم سؤال. تفضل يا كلاله، لكن عندي سؤال انا مكتوب، فبعد كلاله ان شاء الله حاقراه وارجع لكم المايك. السلام عليكم. اهلا يا كلاله، تفضل. رمضان كريم عليكم، وشكرا على الشرح والطرح الوافي من الدكتور تماضر. لكن انا عندي سؤالين حقيقه. السؤال الاول اغلب طلاب الطب السودانيين المتخرجين بيقولوا انه انا اللي ابغى سايكاتريست، وانا اكون مضيع لي 5 سنين او 6 سنين عشان ابقى بتاع نفسيات بالطريقه دي يعني بيقولوها. والسؤال الثاني، في عزوم من التخصصات بتاعت السايكاتري، تخصص السايكاتري ده ليه؟ لانه في برضه في حاجه كده في لغه داير من حول الشباب او الدكاتره بيقول انه ملاحظ انه اغلب الاخصائيين النفسيين بيتاثروا مع مرور الزمن، لانه يوميا بيلاقوا طاقات سلبيه واشارات من مختلف الامراض، يعني ديبريشن، مانيا، شيزوفرينيا، انكزيتي ديسوردر. ف زايد برضو عندي سؤال انه السي بي تي في بريطانيا او في الدول المقدمه دي بيعملوا الاخصائي النفسي ولا بيعملوا المرشد؟ طيب شكرا. طيب ذات الزول اللي بيقول زي كلامك ده يا كلاله، حق انه انا اشتغل بتاع طب نفسي ليه؟ اضيع ليه زمن؟ ده ما بيقدر يشتغل طبيب بتاع امراض نفسيه، يمشي تخصص ثاني. الطب النفسي ده انا قبالك بديت الكلام، انا ما عارفاك انت حضرته ولا لا، داير زول عنده ايمان من اول مره ما بيحتاج تحنيس. ده واحد من التخصصات اللي انت كزول بتكون حاسي انه والله ده الرايت، دي الحاجه الرايت اللي انا محتاج ان انا اعملها، وده التخصص اللي انا محتاج اعمله، ودي الحته حقتي. عشان كده انا قلت لك جبالك، انا يعني بلقى روحي مع المرضى بتاعيني ديل، انا بستمتع بكل لحظه انا بمشيها الشغل، بكون بضحك وبتونس وبتكلم وبطلع وبسوقن وبجمعاون ورجال ونسوان وكل الاعمار وكل حاجات، وبالذات في الكهرباء، لانه الكهرباء عندها تاثير. يمكن يوم من الايام نعمل روم عديل عن الكهرباء دي، لان الناس ما بيعرفوها. انا غلطت شخصيا، لو جاني ديبريشن في يوم من الايام، ولا جاتني انفصام شخصيه، ولا جاني باي بولر، انا من الحاجات اللي ممكن اكون عامله لها ادفانس ستيتمنت انه يدوني كهرباء، ما يدوني اي دواء ولا حاجه، يدوني كهرباء. الكهرباء دي من اكثر الحاجات اللي ممكن تكون مفيده. فلما تشوف الناس كيف ممكن يبقوا كويسين،
بتعرف بعدك عظمة الطب النفسي ده وكيف بيشتغل. فأي زول ما بيقدر يكون ما بيقدر يشتغل طبيبة أمراض نفسية ما بيقدر. الحاجة الثانية حكاية تأثرنا بالمرضى بتاعيننا. يعني أسي لو أي زول بتأثر بمهنته معناه المحامين ديل بيبقوا حرامية مش؟ ما هو ترى المحامين ديل بيدافعوا عن الحرامية وبيدافعوا عن المحرامية وبيدافعوا عن أي زول. هل في يوم من الأيام هم هيبقوا زي الناس اللي بيدافعوا عنهم ديل؟ في دكاترة بتاعين أطفال هل بيتصرفوا زي الأطفال؟ في دكاترة بتاعين نساء ولادة هل الراجل فيهم بيتصرف زي النسوان يعني؟ ده ستيروتايبنج، ده نوع من التنميط بس للناس لما يشوفوهم بيشتغلوا في الطب النفسي وكده. احنا بنمرن عديل كده انك انت يعني كيف ممكن تخد المشاكل دي كلها في كوتك ولحظة تطلع الكوت ده وتجي بيتك ده ما خلاص بعدين انت عندك معركتك التخصصك اللي هي عندك بيتك وعيالك واذا انت متزوج عندك زوجك او زوجتك وعندك حياتك التانية عندك الشوبينج المفروض تمشي تجيب وعندك العربية المفروض توديها الغسيل المفروض توديها الجراش عندك مشاكلك كهربتك غازك مويك يعني الدنيا دي ما هي كلها مشغول الدنيا عندها علاقة بحاجات تانية. فبالعكس كل ما تكون انت اقرب للعوالم اللي فيها مشاكل يا اقولكم والطاقة السلبية اللي قاعدين تقولها دي ما طاقة سلبية ده مرض. الناس اللي عندهم مرض دي اللي عندهم مرض الطاقة السلبية دي اللي بتصدر من الناس الاصحاء الناس اللي ما عندهم مشاكل دي اللي يسمون طاقتهم سلبية. لكن الزول العيان ده عيان والزول العيان اذا انت ما عندك الليفل بتاع الامباثي والمحبة والمحنة له ما بتقدر تشتغل معه. فاحسن لنا انك تكون بعيد زول زي ده اصلا ما 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 منه فايده يعني ما بيقدر يشتغل في الحاجات زي دي. الحاجه الثانيه بالنسبه للكوجنيتيف بيهيفير ثيرابي شافك سالت منه العلاج النفسي الغير دوائي ده الاطباء النفسيين الحابين يتخصصوا ويبقوا سايكاتريست سايكوثيرابيست ديل براهم بعد ما تتخلص الكور تريننج وتمشي للهاير سبيشاليتي تريننج بتتخصص سايكوثيرابي بس بيكون تخصص السايكوثيرابي وبتعمل السي بي تي لو ده تعمل سي بي تي او بتعمل سايكو دايناميك سايكو ثيرابي او بتعمل الكات او بتعمل الانتربيرسونال وهي طبعا كثيره الدايلكتيكال بيهيفير ثيرابي في انواع وانواع من العلاج النفسي غير الدوائي وبعد ذلك بتمشي عليها وبتشتغلها في خلال الثلاث سنوات دي وبتنتهي فيها كانك انت سايكو ثيرابيست اللي هي كانك انت زول بتاع سايكولوجي. فالناس المعالجين النفسيين ديل في العملية العلاجية للمريض النفسي ده من أهم الناس. ما في سايكاتريست بيقدر يشتغل من غير ما يكون عنده سايكولوجيست وهو اللي بيعمل الفورميليشن للعيانين وهو اللي بيساعدك في إنك أنت تفهم مريضك. إحنا ما بنقدر نشتغل من غير وجود السايكولوجيست معانا. لكن طبعا الباسوي بتاع السايكولوجيست في UK مختلف مننا نحن الأطباء وما عندي فكرة إنه ذاته السايكولوجيست ده اللي بيشتغلوا في UK كيف. ما حصل سألت السؤال ده لأنه أي حاجة غير الأطباء الباسوي حقها شوية معقد محتاج انه الناس ترجع تقرا كليات وتعمل حاجات وكده. ده الاطباء ما قاعدين يعملوا. الاطباء بس بيمتحنوا امتحان البلاب والايلتس والحاجات دي وبيخشوا السيستم. لكن الناس التانيين ده يمكن يحتاجوا وقت. اتمنى ان انا اكون رديت عليهم. شكرا يا دكتوره تمادر. وقبل نرجع لك يا دكتور ياسين خلينا نسلم على نجله وام ساره معلش بس هناخد اسئلتهم ونرجع عليكم او ناخد نجله بعدين نرجع لك يا دكتور ياسين سؤال من عندك وبعدين نختم بسؤال من ام ساره عندنا هنا ونرجع لكم المايك. نجله سيك ورمضان كريم عليك. اهلين احلى رمضان كريم تسمى تاثر على خير ان شاء الله. اهلين يا نجوله زيك رمضان كريم يا ماما تفضلي. الله اكرم ان شاء الله بخير والله. أنا ما عندنا أي سؤال طبعا أي مكان سكاكي قلت لك ما سلمت. أهلا أهلا والله أهلا أهلا بيك يا نجلة أهلا بيك. أنت عارفة أن أنا بحب أسمعك وأسمع صوتك والله أهلا بيك. أنا بحبك أنا يا حبيبتي يا حبيبتي حبابك بس شوف النعمة دي يا ياسين يطلع زول عشان يقول لك أنا بحبك يطلع زول زي نجلة دي عشان يقول لك أنا بحبك. أهلا بيك والله وأهلا بمحبتك يا نجلة. أهلا بك يا الله الحبيبة نجلة وإحنا طبعا لما نشوفك لازم نقول لك تعالي عشان نسلم عليك. حبيك تفضلي يا أم سارة. أم سارة مايكي قافل ممكن بس تلمسي عليه وبيفتح شوفك لا عايز تفتح المايك طلعت. تفضلي يا دكتور ياسين المايك معي. نحن دائما في التخلص ولازلة بتاعتنا لأنه ما عندنا صراحة ما عندنا سؤال.
طيب أنا جاني سؤال يا دكتورة تماضر، بيقول إنه عايزين بعض النصائح للأطباء يعني الأطفال أو الأبناء الياداب على وشك دخول مرحلة الطب يعني في الـ A-Levels، أو الياداب على أعتاب دراسة الطب، خاصة في طلبة بيكونوا بيدرسوا سنة فاونديشن فبيكونوا لسه ما بين إنهم يواصلوا ولا يمشوا، ولا هل الطريق بتاع الطب ده طويل وبياخد منهم زمن؟ هو طبعا ما في حلاوة من غير نار، أي حاجة في الدنيا دي أنت داير تستفيد منها لقدام طريقة طويل وطريقة صعب. الطرق السهلة دي عموما يعني عندها مشاكل وعندها حاجات. الطب ده من أكثر الحاجات الصعبة ومن أكثر الحاجات اللي عندها علاقة باللايف لونج ليرنينج، اللي هو أنت طول عمرك بتكون بتذاكر وطول عمرك أنت بتمتحن وطول عمرك أنت بتقرأ وطول عمرك أنت محتاج تأبديت روحك وطول عمرك انت محتاج تشوف الجديد شنو عشان تتعلمه، وطول عمرك تول بي ابريز. زي ما انا قلت لكم قبل شويه، احنا بنعمل ابريز للدكاتره كل سنه، وبعد 4 سنوات بنعمل ريفاليديشن للتسجيل. في بريطانيا اصلا ما في حاجه جارانتيد، كله كليه شهاده الميلاد دي يقول لك ده انت يعني كل مره ده انت نفس الزول، لكن رخصتك بيعيدوها، تسجيلك بيعيدوه، اي حاجه ويل بي اسس اجين افتر 5 years. الجميل في الموضوع انه طبعا كل 5 سنوات بيحصل تغيير لخلايا مخ البني ادم بالمناسبه، وبيحصل له تغيير كامل شامل every 5 years. تاريخ هي الحاجه دي، عشان كده زي التايم فريم لاي حاجه عشان يعيدوا التشيك للحاجات اللي انت بتملكها. فده مضغط على الاطباء وعلى غير الاطباء من الناس، والاطباء بالذات اذا انت داير تستمر في الحاجه دي، في ناس بيعمل لهم امتحانات عديل عشان تتست العلم والنولج اللي عندهم قدر شنو يعني. فالحاجة الكويسة انه الاطباء ديل بالذات اللي بيجروا في UK ديل لو شالوا شهاداتهم دي في اي حتة في العالم بيشتغلوا. كونه يكون عندك حاجة انترناشونال محل ما الحياة دي ودتك، انت بتقدر تنافس وانت بتقدر تشتغل، فهي واحدة من الوظائف المحترمة الكويسة اللي بتستاهل التعب. الا غاية تكون ولدك ولا بنتك ما عندهم فيها انترست، انا بنتي الكبيرة دي ما عندها رغبة تقرأ طب ولا حاجة، لكن في ناس اولادهم عندهم رغبة انهم يقروا طب. إذا أولادك عندهم رغبة يقروا طب، يبقى معناها أنت مفروض تساعد على تحملهم على الحاجة دي وتسيل الأيدية ذاتها وتوريهم أنه الحاجة دي في النهاية والبي بيدوف وعندها البريفليج حقها وعندها امتيازاتها وعندها الاستيطس حقها وعندها وضعها. وفي حاجات في بريطانيا هنا أنت لو داير تعمل ريفرنس لزول في وظائف محددة هي اللي بتقدم الريفرنس من ضمنه الأطباء دي ذاتهم، لو داير تعمل ريفرنس لزول لجنسيه ولا جواز ولا عشان يقدم لي شغل ولا كده، اذا العامل لك الريفرنس ده طبيب فهي بتتاخد. فده بوريك اهميه الاطباء حتى هنا في بريطانيا يعني. وفعلا هي واحده من الوظائف الفيري هيكتيك، فيها تعب شديد بالذات في تخصصات بعينها اللي عندها علاقه بالاكيوت ميديسين دي كلها، دي تخصصات ما فيها راحه، فيها عناء شديد، والقروش الجايه منها دي من فرث ودم زي ما بيقولوا، ما حاجه سهله يعني. لكن it works إذا أنت أصلا عندك رغبة فgo ahead. شكرا يا دكتورة تماضر. أم سارة مرحب بك، تفضلي. السلام عليكم، مساء الخير. أهلا يا أم سارة، زيك، رمضان كريم. الله أكرم، شكرا لك كثير على الروم دكتورة تماضر ولكل الحضور ودكتور ياسين وكل الموجودين، رمضان كريم عليكم. دكتورة تماضر، أنا هند بن عوف من ماشي. أهلا يا هندويا، إزيك يا حبيبتي؟ تسلم إن شاء الله. أهلا بيك يا ست الناس المفيدة يعني. وحاخش في السؤال طوالي لأنه ما في زمن. تفضلي. سؤالي حيكون تكملة لكلامك للأخ كلالة قبل شوية، بالنسبة للتخصص بتاع السايكاتري يعني أنا بنترستد في اللاين، وحتى بفكر إنه أعمل شيفت يا سلام اللاين من الكارير بتاعي للكارير بتاع السايكاتري من بدري. يا سلام يعني. حبابك. تسلمي، كنت very interested فيه والله من زمان، لكن سبحان الله اشتغلت كان في مستشفى وقصة طويلة كده، والمهم في مجنون اداني كف وقمت طير لي الفكرة من راسي، لكن لا زال انه الواحد interested فيه. فسؤالي له انه كمجال بتواجهوا فيه كمية من الضغط النفسي، انتو ذاتكم لقصص كثيرة من معاناة الناس، كيف انت بتقدر to protect نفسك من التأثير النيجاتيف vibes اللي بيجيك ده؟ هل في التريننج في حاجه معينه بتخليك انت تكنترول الحاجه دي يعني عشان تقدر تكونتينيو، ولا لانه مثلا اذا اتكلمت عن نفسي انا من النوع القصه بتاخد معي زمن، يعني اي حاجه بتعاطف مع الزول لدرجه ممكن مشكلته تعيش معي فتره طويله، الزول ده يكون
خلاص يعني تعايش مع حاجته نورمال وطبيعي، انا لسه بكون يعني متاثره بيها. فهل الحاجه دي during التريننج لانه ما يعني طويل ما هين، هل الحاجه دي في جزء منها طيب انك تكنترول التاثير؟ جود سؤال. ايوه قولي. ده هم سؤالين ولا عندك سؤال واحد؟ هم سؤالين. اتفضلي. طيب قولي السؤال الثاني. ايوه السؤال الثاني بالنسبه للسايكاتري as practice يعني في بيختلف هل من بلد لبلد. يعني انا لو اشتغلت تريننج بتاع سايكاتري في السودان واشتغلت، اي نعم الكونسبت واحد والديزيزز كلها واحده او كده، لكن هل البراكتس بيختلف؟ يعني لو انا عملت روتيشن في السودان هل بتواجه هذول اي مشكله اذا انتقل من كوميونتي لكوميونتي ثاني مختلف في البراكتس بتاع السايكاتري؟ يعني ده السؤال الثاني. وشكرا لكم كثير. طيب قبل ما تمشي، شكرا يا هندوية، انا طبعا فيري هابي انه اعرف انك انت جايه انا في السايكاتري، لكن قبل ما تمشي اول حاجه نحن هنعتذر من كلمه مجنون انا وانت الاثنين مع بعض. احنا لانه بما انك انت هتكوني واحده من الجيش حقنا فما عندنا كلمه مجنون دي كله، احنا عندنا مرضانا. اي ايوه البيشن المريض. فنحن حتى اللي بيضرب دي بيضرب لا ما خيار. في ناس ما عندهم مرض نفسي وبيضربوا للاسف الشديد، لكن مريضنا ده لانه بيكون تحت تاثير كميه من الهلاوس وكميه من الديليوجن وكميه من الحاجات اللي ممكن تخليه فعلا يضربك، لانه هو بيكون لانه في حاجه بتاثر عليه. فانا تخيل لي لا حرج ليس على المريض حرج، الحرج على الناس اللي ما عندهم مرض، الحرج على اللي ما عندهم مرض، فهم ليس بمجانين يعني، دي الناس عندهم مرض. طيب طبعا انا فيري هابي، انا بعرف الطيب حقك وشخصيتك، انت احسن الناس اللي ممكن يكونوا اطباء بتاعين امراض نفسيه. هند اول حاجه انت عطوفه جدا وزوله حنونه، وانا بفتكر انك فعلا مناسبه للتخصص ده، فما تخافي من الحكايه بتاعت انك انت تتاثري بالفايبس الموجوده. اول حاجه التعامل كزول بروفيشنال مختلف من انك تتعاملي از بيرسون يا 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 هند، والحاجه دي حتكتشفيها لما تيجي تبدي الشغل. اي زول بيتخيل الحاجه دي بالمستوى اللي انت بتتكلم عنه ده ويوم اللي يبدا الشغل الحاجه دي بتكون مختلفه تماما. اول حاجه زول البروفيشنال شفتي بيبقى في زي الحيطه اللي بينك وبين الزول ما بتشبه لما انت تسمع القصه بتاعت زول على المستوى الشخصي. انا فور اكزامبل انا هقول لك الحاجه دي مع انه انا لي شوفي قريب ال 13 سنه، لما اكون قاعده مع زول صديق ولا صديقه ولا ناس انا بعرفهم على المستوى الشخصي لو حصلت قصة سمعت قصة محزنة ممكن أبكي مع الزول، بحزن من النوع اللي بيدمع سريع يعني في الحاجات زي دي. لكن إذا القصة بقت شنو داك صادمة قدر كيف وفيها تفاصيل كيف، لما نكون قاعدة في ستن علاجي مثلا قاعدة في عيادتي ولا قاعدة في مستشفى ولا كده زي الـ أنا ببقى زول تاني، ما 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 ببكي مثلا ولا بتأثر، ما بتأثر التأثر العادي الطبيعي اللي هو مفروض يكون very professional، التأثر الجست جس تأثر، ما حاجة فيها exaggeration ولا فيها حاجة مبالغة، لكن في نفس الوقت بيظهر عليك التفهم للحاجة اللي بيتكلم عنها المريض دي وقدر كيف هي مأثر عليه وقدر كيف هي بالنسبة له وعامله له مشكلة، بس قدر ده. لكن ما ببقى very لابايل ولا ببكي ولا كده ولا كدا. وبالمناسبة قدر ما تسمعي وقدر ما تعرفي قصص بيبقى بينك وبين الناس زي في حجاب وساتر. فلما ترجعي بيتك اي لما ترجعي بيتك ما بيكون عندك القدره انك تركول باك الكلام اللي انت بتسمعيه، ما بتسمعيه تاني. السايكاتري ده من نعمه ربنا على الناس اللي بيشتغلوه بيساعدك انك تفهم روحك في الاول، ودي حاجه حتكتشفها بعد ما تشتغلي. البني ادمين ديل بيبقوا قدامك زي الكتاب المفتوح. في ناس بيخافوا لما السايكاتريس يعاين لهم تقول كلام، وانا لما ارفع عيني بعرف والله اللي بيكذب من الزول اللي بيقول الحقيقه، وبعرف الزول اللي بينافق من الزول اللي بيقول كلام ساي، وبعرفك من لغه جسدك انت داير تصل لشنو داير تقول شنو مرات حتى قبل الزول ما يتكلم، بعرف اللي بيقوم يكورك ومن البني ادم الماسكينج الحاجات اللي عنده، بعرف الداير يكذب في حاجه هو ما عنده داير يغمعني بها انا كدكتور. بعد شويه حتعرف الحاجات دي. الشيء ده بيساعدك على المستوى الشخصي، بيساعدك في تربيتك لعيالك، بيخليك اكثر طولة بال. الابيوز والكلام السخيف والحاجات انا للاسف الشديد بقيت اتعامل حتى مع الناس اللي بيبرع كانهم دين الناس اللي عندنا في المستشفى، فبقيت لا الغي بالا للكلام الفارغ والاساءات والمشاكل والحاجات زي دي، فبيبقى ما عندك وقت ليها يعني. بيخليك تفهم روحك وتفهم مشاعرك
تفهم مشاكلك اللي انت عندك، تفهم طفولتك اللي انت مريت بيها، تفهم العلاقات اللي انت فيها، الناس المتزوجين والناس اللي عندهم اصحاب، بتقدر تحلل الناس اللي حوالينك، تحلل المواقف وردود الافعال. ممتع، هذا السايكاتري ممتع، اذا انت حبيته بتستفيد منه، بيصلحك بيصلحك. انا اسف قاعده قدامك دي يا هند، قبلي 10 سنوات من الليله انا كنت مخلوق مختلف، كنت مخلوق مختلف. انا ادين للسايكاتري ده باي حاجه انا حصلت عليها في حياتي، اداني القدره على الكلام اللي قبل شويه كان بيقوله دكتور ياسين اللي عنده علاقه بالوقوف خلف النساء والمشاكل ومخضاياهم وكده. اي نعم انا من زمان عندي الحاجه دي، لكن كل ما اشتغل في الامراض النفسيه كل ما بلقى كونكشن ما بين الحاجه اللي انا بتكلم عنها والمشاكل الموجوده عند السيدات، بيخليك اكثر تسامحا مع نفسك واكثر محبه ليها واكثر قدره على رعايه ذاتك، وبتبقى بني ادم متوازن ولطيف، تبقى بني ادم حساس ورقيق، وبتخلي المشاكل والحاجات زي دي وحتى الناس اللي عندهم انجر ايشوز والناس اللي عندهم مشاكل في انهم هم تبوت ذم سيلف داون، بيبقوا اكثر قدره على انهم اي حاجه يعملوها يكونوا اكثر قدره على حساب كلامهم والحاجه اللي بتطلع منهم. فحبابك في العالم الوردي دي والله، وحبابك في عالم الأتقياء والأصفياء والنظيفين والناس اللطاف ديل، وحتحبيهم وحتنحازي لهم بإذن الله تعالى. إن شاء الله. شكرا كثير. الله يكرمك. تسلمي. شكرا لك يا أم سارة. نحن كده خلاص كل الأسئلة اللي عندنا انتهت. تاني حقول لهم فيه قروش، تاني حقولها ده واحد من التخصصات اللي فيها قروش، فيها قروش قروش كثيرة شديد. طيب شكرا جزيلا والله، مستمتع جدا جدا يا دكتور رمضان يعني. وطبعا ده الرسل عبركم يا اخوانا التحيه لرواد الكلوب هاوس. التخصص بتاع السايكاتريست ده يعني فيه فهم، انا طبعا بحب السايكولوجي والبتاع، بفتش واقرا واحضر دوكيومنتريز اي حاجه في نتفليكس لها علاقه بالكلام ده، ناس اللي في اي كيف سموا سيريال كيلرز وما اعرف شنو، كله بمشي افتشه واقرا وكده. لكن مؤخرا انكاونتر الموضوع بتاع اللايف ستايل ميديسن، وانه كيف يعني هوليستيك ابروتش كل الحاجات اللي ممكن تيجي ماشيه فيها، وفي جزء منه اللي هو يعني الهابيت والدايت والمعرف والاكسرسايز والحاجات زي دي، لكن في جزء بتاع الكلتشر والبليفز والحاجات زي دي. صح. فنحن اسي بصدد مع دكتوره شيماء محمد سرور بصدد تاسيس يعني لايف ستايل ميديسن تشابتر في السودان. طبعا انتوا عندكم البريتش لايف ستايل شابتر ومعروف جدا وفيه ناس عامل له ريفرنسين وكده. صح. وشنو يا دكتوره تماضر هاي اللينك بينهم الاثنين، وكيف ممكن تدعمي في الشابتر ده التاسيس بتاعه لو نسيت طور التاسيس؟ شكرا جزيلا لك. والله طبعا يا انور انا فيري هابي وانا بسمعك بتقول في الكلام ده. انا من الناس طبعا احب تماما الكلتشر باوند سيندرومز، وبفتكر لانه الخواجات ما عندهم بها علاقه فما بيدفعوا فيها في الريسيرشز، لكن اذا نحن دايرين نتكلم عن الكلتشر بتاعتنا والانفلونس حقها وتأثير الثقافة المحلية في المرض النفسي، ده حيكون مجال بديع. أنا من أسف خدت يدي معاك أنت وشيماء يعني. وإذا كنتوا دايرين تتكلم عن الهوليستيك أبروش، أنا تخيل لي ده بيشيل كمية من الـ من الـ من الـ من القدسية بتاعت الأطباء. أنا طبعا ضد القدسية بتاعت الأطباء ديل، وبفتكر إنهم جزء من الخطة العلاجية بتاعت العيان بالذات في الأمراض النفسية. إحنا ما عندنا كل الحاجة فيها، إحنا مجرد ترس في مكنة ضخمة جدا جدا. الطبيب في العملية العلاجية للمريض النفسي دوره لا يعدو إنه هو بيشخص وبيكتب الدواء، لكن ده حاجة فتفوتة في العملية العلاجية للمريض، اللي هو الكلام الأسي بيتكلم عنه دكتور أنور الأسي دي بتاعت إنه الناس لما يطلعوا من المستشفى أو الناس لما يكونوا في علاج أيا كان السيتنج اللي بيعالجون فيه، سواء كان كوميونيتي ولا مراكز بتاعت إعادة تأهيل ولا غيره من الحاجات اللي عندها علاقة بالمرض النفسي، بيفضل الحتة دي لا تسوى أي شيء قصاد العملية العلاجية الهولستيكلي اللي هي عندها علاقة بالروتينج داون، الحكاية بتاعت إنك أنت تطلع المشكلة من جذورها وإنك تعالج المريض. زي ما قلنا قبل شوية إنه المريض النفسي ليس مريض نفسه، ده مريض المجتمع، ده مريض المجتمع. المجتمع كله بيدفع ثمن المرضى النفسيين الموجودين حوالينه طالما ما كانت فيه يعني عملية ده شاملة وكبيرة وكاملة في انك انت تتريت الناس زي ديل وبطريقة كويسة تضمن فعلا انت في اللحظة اللي انت بتعمل فيها حاجة مع عيانك ده انه العيان ده تبي لوك تافتر بطريقة كويسة. نحن محتاجين نخد حاجاتنا نحن ذاتنا والبرامترز حقتنا نحن كسودانيين.
دي الحاجة اللي ممكن تخلي الطب النفسي في البراكتس حقه. وأنا نسيت أجاوب السؤال بتاع هند، إنه الزول لما يشتغل طب نفسي في السودان هل هو بيقدر يشتغل طب نفسي في بريطانيا؟ الطب النفسي ده هو الطب النفسي بس، لكن الفكرة في إنه الزول اللي بيشتغل في السودان ما بيكون بيعرف الناس في بريطانيا بيشتغلوا كيف، بس بيحتاج يعرف الباسوي، محتاج يعرف الناس بيتكلموا أي لغة لما يتكلموا مع بعض. إحنا ونتكلم الإنجليش الكلاسيكال دي ده هنا ما في زول قاعد يستعملوا اللغة الإنجليزية حاجة الشارع العادية اللي بيستعملوها الناس، زي الفرق ما بين اللغة الدارجية واللغة العربية الفصحى. فإذا ما كانت الحاجة دي موجودة بحيث إنك تتمرن خشمك، لأنه السايكاتري معتمد على إنك تجيد اللغة الإنجليزية إجادة كاملة. إحنا بنكتب الريبورتات بتاعت الترابيونالز والمحاكم للناس الديتيند أندر المينتال هيلث أكت يا هند، بنكتب 13 و14 صفحة، ولما تمشي المحكمة بتقعد قدام القاضي وبتقعد قدام المحامي وقدام الهيئة بتاعت المحلفين وقدام دكاترة وغيرهم، بيسألوك أسئلة لمدة 3 أو 4 ساعات، تطلع وتاخذوا راحة وتشربوا موية وتجوا راجعين تاني وتتواصل للمحكمة. فإذا أنت ما بتجيد اللغة الإنجليزية إجادة، ما إجادة عادية، إجادة عندها علاقة بالبروفيشن بتاعك نفسه، الألفاظ اللي أنت بتستعملها المفروض تكون محددة وواضحة ومعروفة، ما بتقدر تشتغل النوع ده من الشغل. فغير إنك تكون خطيب ومفوه وغادر على الكلام والمواجهة والخطابة والحاجات دي، دي وظيفة الطبيب النفسي. دائرة كمان إنك أنت تكون بني آدم تحسن الكلام، تحسن اللغة وتحسن الطريقة اللي أنت بتعبر بها عن نفسك، مع إن اللغة دي لغة تانية، يعني دي ما لغتك أنت الأساسية وكده. أنا بتخيل طبعا أنا ما حصل اشتغلت طبيب نفسي في السودان يا أنور، لكن والله I'm quite happy إذا الحاجة دي أنت وشيماء جادين فيها ودارين تشتغلوها، أنا ممكن I can take time off وأجي أخد يدي معاكم في الحاجة اللي أنتوا بتعملوا فيها دي. أنا أي حاجة ممكن تطور الطب النفسي ده أنا يدي فيها أيا كانت شنو، أيا كانت شنو، ممتاز ممتاز. وأستعمل كل الكونكشن حقتي. أيوة فضل. يا دكتورة احنا طبعا يعني من ما كانت مبادرة الباحثين السودانيين بقت منصه لانطلاق المبادرات، وكل فكره كده بنقوم نركز انه تسبورت اذر سبيشاليتي او سب سبيشاليتي على اساس انه تتنقل تجربه عالميه تكون في السودان. فالحاجه دي جات من 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 ورك شوب كان في جامعه وايل كورنيل، وكان حضره الفاوندر بتاع جلوبال الاينس اوف لايف ستايل ميديسن امريكي. ايوه وبعدها اتعرفنا عليه وعملنا بعد ذاك اجتماع تحضيري مع الكرن جلوبال دايركتور، ودعمل اسمه شنو ده يعني في فريق بتاع عمل اسي كبير جدا وهيدعمل ان جي او في السودان كده. الدكتوره شيماء دي تقريبا بتكون جونيور بالنسبه لك يعني انت خرجتم برضه طب كده. أيوة. ومعاه مجموعه من الناس من ضمنهم دكتوره صفاء فقيري اللي هي في هارفارد. طيب يتعمل يعني خطوات، والكلام ده كلام جادي جدا وهيكون قريب جدا، فأنا دارين دعمك ودارين مشاركتك الأساسية. ما عندي مانع، أنت you have my connection يا أنور، أنا ما عندي مانع في الحاجة دي. ممتاز ممتاز، كتر خيرك كتير، شكرا جزيلا. لا طبعا أنا في يدي مع أي حاجة عندها علاقة بالديفلوبمنت، ويا ريت إن السودان ده نشوفه يوم من الأيام بلد. أنا أفتكر المينتال هيلث بيلعب دور كبير جدا جدا في علاقاتنا مع بعض يعني، ومشاكلنا في ناس كثيرين عندهم مينتال هيلث لكن ما قادرين يتكلموا يعني، وما قادرين يتعالجوا وما قادرين يشوفوا حاجاتهم دي مخلي الناس بري اجريسيف. في زول في الكلاب هاوس بيسال، افتكر علا بتسال، قالت انه كيف الناس ممكن يفرقوا، كيف الناس ممكن يعملوا، علا محمد قالت نصايح كيف نفصل ما بين الشغل والحياه من الشغل واثر الاسترس. ده جبالك الكلام اللي بقوله ليكم، انه اي زول البوست جرادويت ده يتعامل مع روحه كفرد ما كمجموعه، ما يعاين للناس، ما يشوف الناس بيعملوا في شنو ولا بيقولوا شنو ولا بيتصرفوا كيف ولا كده. يا مع اي حاجه في الدنيا دي قيس الزمن على عقارب ساحتك، زمنك الخاص قيسه على عقارب ساحتك. انا الليله تماضر عندي ديوتيز محدده مفروض انا اعملها، انا اظهر في شكلها كده كده كده، انا محتاجه اعمل الحاجات بطريقه محدده. انا افتكر من عدم العداله على نفسي انا انه انا اتوقع انجازات مطابقة لإنجازات ناس تانين، ولا أمشي حياتي بطريقة تشبه حقة ناس تانين، عشان أنا بفتكر إنه ال أنا مفروض أنجزه مفروض يكون بيشبه حاجة في ناس محددين في محلة ما عندهم حاجاتهم اللي بتشبههم وظروفهم اللي بتشبههم والطريقة اللي ممشين بها حياتهم والتنازلات اللي هم مقدمينها برغبتهم. أنا ما محتاج إن أنا أسمح كلام زول ولا أشوف حاجاته، أنا محتاج أشوف رقبتي أنا بستحمل قدر كيف. يا جماعة الزمن اللي بيمر ده
بيخلينا نحنا المنتال هيلث حاجه نزعته مختلف، قدرتنا على التحمل مختلفه. زمان الزول ممكن يقعد في الترابيزه دي يقرا 20 ساعه. كل ما الزمن يمشي بيك وكل ما انت بتكبر كل ما في حاجات كتيره في حياتك بتختلف. البني ادم اللي يكون رؤوف بنفسه ما في ما انا الحاجه دايره اقولها لكم كلكم كاطباء كده، ما ماشيين تنجزوا حاجه قبل كده ما تم انجازها على الاطلاق. اذا كان الباسوي المعروف اللي احنا كلنا بنمشي بيه ده ما ماشي تعمل حاجه اكتر من اللي عملوها الناس اللي قبلك، لا حتكون الاول ولا حتكون الاخير. فالحاجه دي دازنت ويرس انك انت تبوظ المنتال هيلث بتاعك، تبوظ حياتك في انك انت في حاله سباق بس عشان في ناس ثانيين جروا في الشارع ده قبليك وسبقوك. الحاجه الكويسه في تجارب الناس انها بتخليك تعرف انه ده الحاجه دي دوبل، لكن 200 انا اعملها بعملها في الوقت اللي انا قادره انا اعمل فيه الحاجه دي. ما اي حاجه في الدنيا دي عندها علاقه بانه التنافسيه والمكابسه والمقاوه والملاوه. لو اي حاجه في الدنيا دي انت عملتها بالراحه والراحه وفي الوقت اللي انت بتقدر تعمل فيه الحاجات ما عندك مشكله. ينجوي الرحله الطويله اللي انت ماشي فيها دي، ينجوي الزمن اللي انت بتقضيه، ينجوي الحاجات اللي انت بتعملها بالراحه بالراحه بنفس بارد. انا لاحظت الحركه دي الدكاتره الجداد لما يجوا الاوفرسيز ده عموما بيكونوا زي اللي عندهم حاجه دارين يثبتوها. راغبوا الخواجات اول ما يبدا الشغل في محله بيقعد 3 ايام يقول لك انا دار اتعرف على الناس اتعرف على العيانين بيت الشغل 3 ايام ما بيكون بيعمل في اي حاجه. بيعاين الناس وتلقى مسهي وبيشوف الناس بيعملوا في شنو وبيتعلم الشغل بيعملوا كيف. فانت ما عندك شيء تثبته، ما في حاجه نحن محتاجين نثبتها. انا تخيل لي دي انسكيورتي موجوده جوا الناس. تيك ات سلولي واسك اسال اي حاجه في الدنيا دي انت ما بتعرفها اسال منها. اسال واتعلم وشوف الناس بيعملوا الحاجات كيف، بدل الواحد يكون قاعد في حتته ويكون في حاله بتاعت انتاجونايزيشن بس للحاجات اللي حوالينه ويكون ضد رقبته برضه. اسال، ودايما في ناس بيكونوا سينيور عليك سودانيين، اسالهم في التخصص حقك الداير تعمل واسالهم ذا بيست واي اوف دوينج الحاجات. بعد ذاك قيس الحاجه دي على ظرفك انت المتاح لك، هل انا بقدر اعملها بنفس الطريقه دي ولا انا عندي ظروف ثانيه انا محتاجه رعايه. ودي حاجه كوايت انديفيديوال يا جماعه. الطب النفسي ده وغيره من التخصصات الثانيه كلها فيها منتر وفيها كوتشنج، ودي واحده من الحاجات اذا انت تخصصت طب نفسي ممكن تتخصصها هي ذاتها. It brings so much money on the table by the way. برضو انت ممكن تشتغلها في زمنك الخاص مع كوتش حياه ولا كوتش طاقه ولا غيره، ده كوتشنج في الميديكال الميديكال اديوكيشن يعني. فبتتخصص في الحاجه دي وناس الترست اللي انت شغال فيها ذاتها بيفتحوا لك الباب ده بالنسبه للناس اللي بيجوا يتخصصوا سايكاتري. فانت ممكن تكون ابريزا وممكن تكون كوتش بتشتغل السيشن ب 500 جنيه استرليني لمده ساعه. فده واحد من التخصصات اللي فيها قروش. تشتغل الابريزا الواحد ب 700 جنيه استرليني، تمشي تعمل منتال هيلث اكت ب 200 جنيه استرليني الساعه. تخصصات فيها قروش وفيها مدعاه وفيها حاجه انت فعلا ممكن تستفيد منها. فيها حاجه انت فعلا ممكن تعملها بطريقه كويسه. فنحن الزمن الزول بيقعد ده كان ممكن الاربع والخمس ساعات دي تدخل فيها ثروه، لكن مرات في حاجات كثيره قصاد انك انت تبقى للناس زي زكاه علمك، زي زكاه علمك وزكاه معرفتك. ودايما خليكم حريصين انكم انتوا اللي بتعملوه واللي بتعرفوه واللي بينفعك والممكن فعلا يزيد من دخلك واللي بيخليك انت اكثر نفعا للناس شاركوا مع الناس الغيرك. ده اصلا ما بينقص من رزقك حاجه. القصه دي في النهايه مكتوبه من رب العباد. في ناس كثيرين بيعرفوا حاجات لكن بيكتموها لانهم بيفتكروا انه لو كلموا الناس كلها بتجي جاريه للمحله والحاجه دي ممكن تشيل من رزقهم. ما بتشيل من رزقك. كونك توري زملائك الاطباء الحاجات الكويسه والحاجات اللي ممكن توديهم لقدام والحاجات اللي ممكن ترفع من قدرهم دي will never stop you من انك انت تجين الحاجه ربنا كاتبها لك. وان ليس للانسان الا ما سعى. البني ادم يزعى وبعد ذاك ما بتكون في اي مشكله، وكل ما كنت قادر على مشاركه هذا العطر سيفوح اكثر باذن الله. شكرا لكم يا اخواننا. وافتكر كم في ذا اند اوف ات يعني الزمن انتهى صراحه يعني. الحديث معك وشجون والحديث معك جميل جدا جدا، لكن ساعتين قاعده واحده دي صعبه جدا جدا. فيديك العافيه يا دكتوره. كلنا يا جماعه مع دكتوره تواضع. نهل عايزاك يا ياسين. نهل عايزاك يا دكتور. يا اتفضل يا رحمة. ما انا ما عارفه اذا انت الزوم قالت لك بس ده مداخلتين عندكم امكانيه للحاجه دي ياسين؟ ولا انت ماشي التراويح؟ لا لا اتفضلي ما في مشكله. مروه ومحامي
محاسن، ايوه معانا دكتوره مروه محاسن، معلش بس نستميحكم كده زي 20 دقيقه او طيب. خلينا نقول نص ساعه وبعد ذلك نشوف. خلاص تفضلوا. السلام عليكم نهلا وناس الروم، دكتوره تماضر، ان شاء الله كلكم بخير وكويسين، وانا عارفاكم على خواتيم الغرفه، والحقيقه ما عندي كلام. نستناك يعني يا مروه، نستناك يا حلوه، تفضلي، رمضان كريم عليكي. يا سلام، رمضان كريم عليك يا رب وعلى كل الناس اللي بيسمعونا هسه. والله انا في الحقيقه طلعت اقول انه انا يعني مبسوطه جدا 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 بالحاجه اللي بتعملي فيها دي يا تماضر، ودار اقول لك انه الحاجه اللي بتعملي فيها دي هي ما بس يعني اثرها بيمتد للناس اللي بيسمعوك، وانما بيمتد للناس اللي عايزين يبقوا زيك ويعملوا زيك، وهم ذاتهم يكونوا يتكلموا ويعملوا ويمشوا يثقفوا الناس وكده. فأنا من زمان من الناس اللي قاعدة أسمع لك، يعني من سنين كثيرة يعني. يا حبيبتي يا مروة. الله يخليك. وبالنسبة لي أنا طبعاً كنت رول موديل، مع إنه يعني عمرنا تقريباً ما يا حبيبتي. يا حبيبتي. قدامي كده يعني نحن عمرنا ما كبير، لكن كنت رول موديل بالنسبة لي في إنه وقفتي قدام الناس، إنه تتكلمي في مواضيع ممكن تكون كونترافيرشل في المجتمع السوداني، الطريقة ذاته اللي بتتكلمي فيها. يعني أنا واحدة من الناس بستمتع جدا بأي لايف لدكتورة تمام، ممكن لو قعدت تتكلمي عن أنواع الجراد أنا ممكن أكون قاعدة ومستمتعة، يعني حسي أنا واحدة من الناس ما حاتخصص في الطب النفسي ولا حامشي بريطانيا، لكن قاعدة وبسمع من قبيل والحاصل كده. والحاجة اللي أنا انتبهت لها بعد فترة إنه الموضوع ما استمتع بس، إنه أنا ما بخش أي بستمتع بس، لكن بستمتع نعم، لكن في نفس الوقت أنا بتعلم طريقة تبسيطك للأمور، بتعلم ردودك على الأسئلة، بتعلم كيف أنت مثلا بتواجهي زول ممكن يكون بولي بالنسبة ليك، والحاجة دي عم تكيني طب يعني subconsciously في اللاوعي بتاعي. وبتلهمني ذاته انه انا احاول انه انا ابقى بنفس القدره الخطابيه والكلاميه في مواجهه الناس. فانا حقيقه طلعت اقول انه انا بديت كان سلسله بتاعت علوم المخ والاعصاب، لانه انت واحده من الناس اللي الهموني انه انا ابدا الحاجه دي. حسيت انه والله خلاص انا تخرجت من الدكتوره السنه اللي فاتت، وانا في مجال ممكن يكون يعني انترستنج شديد، والناس بتحب تعرف عن المخ ووظائف المخ وكده، انا ليه ما ابدا اعمل واتكلم للكوميونتي عن المخ بصوره عامه، ما بس من ناحيه بتاعت مرض وكده. فانت كنت واحده من الناس اللي الهموني انه انا ابدا السلسله دي. كان في ديسمبر عملنا هنا في نيوجيرسي عن العنف والوحشيه في المخ والاعصاب، وعملنا قبل شهر في جرينسبورو عن العنصريه وجذورة في المخ. الفكرة من الكوميونيتيز ونتكلم معاهم، حقيقة انت واحدة من الناس اللي أتمتيني لها، ودار أقول لك إنه يعني قد يكون في حاجات بتحصل في المجتمع انت يمكن ما تكوني عارفة، يعني ما تكوني عارفة إنه انت أثر الكلام اللي بتقوليه وشنو في حياة الناس، لكن هو بالتأكيد كبير جدا جدا وممتد بصورة كبيرة، ومحتاجين رول مودلز نساء قويات فهمات ذكيات قادرات إنه هم يكونوا ليدرز في المجتمع بتاعهم. فحابة أشكرك شديد على كل اللي بتقدميه، وإن شاء الله بس ما تنقطع يعني. يا سلام عليك يا مروة. والله يكتر خيرك، والله يكتر خيرك. يعني أنا very happy إنه زوج زي مروة بابكر يكون بيقول الكلام الطيب ده عني يعني. فشكرا جزيلا لك يا مروة والله، وإنت عارفة إنك أنت من الناس الشباب اللي أنا بحب دائما اشوفهم حوالينا، واشوف طريقه انتمائك للبلد ودفاعك عن الثوره السودانيه ووقفتك وشعرك وكتابتك ورقتك وجمالك. وانا لازم اتذكر يا الثوره السودانيه قدر كيف انت من الناس اللي وقفوا في الحاجه دي، وانا بفتكر انت ما زول اكيفر، انت زول ليدر، والناس الصغاره زيكم ديل نحن من وراكم. يعني احنا ما كان متاح لنا شيء كثير، لكن تخيل لي انتوا هسه حاليا الشارع مفتوح قدامكم، فنتمنى انه نرى غرسكم. والله هذا البلد يستاهل بجد. فشكرا جزيلا، كتر خيرك يا مروه. شكرا لك والله يا دكتوره تمام، شكرا حبيبتي. شكرا يا دكتوره مروه. نحن عندنا الرومين ان شاء الله حيجوا مع دكتوره تماضر بعد العيد. حقيقي محتاجين لدكتور بتاع مخ واعصاب،
ولا رايك شنو يا دكتوره طماطم؟ شوف التركيبه. تسلمي عيني يا نهله، اذا ممكن ترفعي لي انا شذا فيصل عليك الله، في كلام مفروض ضروري تقوله وبعدها خلي مروه تقول لنا. ايوه بس يا دكتوره مروه سوري، عايزينك معانا في الرومين الجايين ان شاء الله، هيكونوا مع دكتوره طماطم، بس حراسلك في الخاص عشان نقول لك الفكره بتاعتهم، او دكتوره طماطم ممكن تديكي نبذة عنهم في الخاص يعني، عشان ما عايزين نقولها. طوالي يا نهله ارسلي لي اللينكات. ايوه هي موجوده، ايوه ولها علاقه بالمايند سيت بتاعنا، ولها علاقه بانه احنا كيف نقدر نغير سلوكنا، يعني في نستفيد كيف نغير مفاهيمنا وسلوكنا، كيف من تغييرنا لسلوكياتنا ومشاعرنا انه احنا نقدر نبقى اشخاص. سوري انا بتخش علي مكالمه. نقدر نستفيد حتى في تربيه ابنائنا، يعني انا ما عايزه اتكلم كثير اشرح اكثر من كده، لكن قبل فكره كويسه شديد طبعا. ودكتوره طماطم هي دي تخصصها، يعني انا افتكر انا ممكن اتكلم من ناحيه بتاعت نيوروساينس اللي هو اللي بيحصل شنو على مستوى الدماغ نفسه، والنيورال بلاستيسيتي اللي دون العصبيه اللي هي ممكن تغير طريقه تفكيرك في الاشياء، ما بس من ناحيه سلوكيه انما من ناحيه بيولوجية نفسها يعني في الدماغ. ففكرة جميلة وروم جميلة جدا جدا والله. ايوه بس قبل ما تمشي يا دكتورة مروة، بس تقري لنا 14 ابيات كده اذا يعني طوالي والله. طبعا مرات بقول الشاعر ده زي الفنان يعني، مرات انه لما يمشي حتى يقول عايز الدين عليك بنية كده. اي مالو سمعينا طوالي. أقول لك أن القصيدة نزلتها آخر واحدة، توروا فإن القصر ملك للجميع، توروا فإن الحكم شعبي الهوى والمجد ثوري الصنيع، تلك الأزقة قد علت أصواتها غضبا فأيقظت الربيع، هتفت بملء حناجر الأطفال والعمال والناس الجياع أن اخرجوا، فالنصر من نبض الشوارع قادم والشعب حتما يستطيع، فقد انبثق وعد النبوءات القديمة قد صدق، وتلا حكاية ثائر قد أشعل الأحياء نارا واحترق، ملأ الميادين الفتية بالعبق فج الأثير، ذرت رياح الفجر بعض رماده في أرض فلاح فقير، لفظت زوايا الحقل ألف محارب هزموا زبانية الرهق، انظر هناك على النشيد قلب الشوارع قد خفق، طق طق طرق اسمع أهازيج النفق، واركن إلى الصوت البعيد، مسحت جموع الثائرين دموع والدة الشهيد، فتصبري 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 من غاب عنا وارتقى حي بجنات الإله كما يريد، من غاب عنا وارتقى حي بجنات الإله كما يريد. السلام عليكم، الله يرحمه ويغفر لهم جميعا إن شاء الله. شكرا يا مروة، الله يكرمك دنيا أخرى. شكرا. شكرا يا مروة، وربنا يرحم الشهداء كلهم ويتقبلهم في أعالي الجنان إن شاء الله، وينصر الشعب السوداني. نمشي لمحاسن بعدين نجيك يا شذا. تفضل يا محاسن. مساء الخير عليكم جميعا. دكتورة طماطم نهلة. أهلا يا محاسن. شكرا يا ماما، تفضلي. شكرا لك وكثير والله، بجد الروم مميزه جدا جدا، يعني انا ما يعني اشكرك جدا دكتوره طماطم، بجد انك سلطتي الضوء في موضوع تخصص الطب النفسي، يعني لينا كسودانيين عموما يمكن موضوع الطب النفسي او الصحه النفسيه ده من الحاجات كده زي التابو كده، او من الحاجات اللي ما بيتكلموا عنها كثير. انا ما طبيبه نفسيه لكن انا سايكاتريك نيرس. يا حبيبتي ما شاء الله عليكي. الله يخليك يا دكتورة طماطم. دخلت المجال عن طريق التمريض، ولقيته من العلوم يعني العلوم الاميزنج. انا ما يعني بجد انا محظوظه جدا انه انا دخلت وتخصصت في السايكاتريك نيرسينج،
فبجد من الحاجات الجميله وبتخليك انت في نفسك يعني بتربيك في نفسك انت ذاتك، تغير من شخصيتك، بتغير من سلوكياتك انت في نفسك، وبتخليك انت مور اوير للسراوندينج والبيئه اللي انت فيها وفي بيتك واولادك والمجتمع اللي حواليك. فانا شايفه انه علم السايكاتري هو يعني هو سوسايتي بايز، يعني عكس الميديكال فيلد الاخرى فهو بيكون ميديكال بيز، لكن السايكاتري هو سوسايتي بيز. بيخلي الانسان يكون اوير بالانسان هوليستيكلي، اذا كان من النواحي الصحيه، البيئه اللي عايش فيها، السوشيال لايف بتاعته، السوشيال اللايف ستايل، كل التفاصيل، حتى القانون. يعني السايكاتريست من انا بشوفهم انهم من الناس البارده، يعني حتى النيرسز، يعني حتى النيرسز المتخصصين في السايكاتري يعني فيري نوليدجبل، لانه بيكونوا عارفين في كل المجالات، يمكن حتى ولو نوت يعني نوت فولي اوير، اكيد بيكون عنده الباك جراوند في القانون. مثلا هنا في بريطانيا يعني الليجيسليشنز والمنتل هيلث اكت وكل التفاصيل دي، فبجد حاجة يعني أنا بشوفها إن دي opportunities يعني رهيبة رهيبة رهيبة. أنا ما كنت متخيل إنه ممكن يكون في علم بيتناول الإنسان بالتفاصيل زي دي. أنا الباكجراوند بتاعي أصلا في السودان، أنا كنت social work، درست social work في السودان، وهو قريب للسايكاتري طبعا لأنه صح. صح. برضه هو society based، لكن لقيت أيوة. فلكن لما جيت هنا مقارنة بالمجتمعين السوسايتي الاثنين البريطاني والسوداني، فدي opportunities رهيبة شديد. يعني الإنسان ممكن يعني يلقاها في علم السايكاتري بصفة عامة، حتى في النيرسينج، يعني مش إنه بس يعني مش إنه بس في الطب، حتى في النيرسينج فأنت بتدرس لأنك بتدرس السايكاتري نيرسز لمدة 3 سنين ديجري اللي هو أندر جرادويت ديجري، وبيكون بمرتبة شرف. فبتحظى إذا كانت بتتعلم عن الميديكيشنز والسايد افكت وكل الحاجات التفاصيل الدقيقة زي ما قلت لكم اللو والحاجات دي، بالإضافة لده بينمي شخصيتك كليدرشيب، بيخليك إنك تمشي في الليدرشيب لادا، يعني بتكتشف نفسك أكثر، وبيخليك تمشي إنك كل مرة تكتشف ذاتك وعايز تمشي لقدام. يعني قدر ما تصل نقطة بيقول لا I need more. فدي من الحاجات الرهيبة شديدة. أنا يعني أنا بشكر جدا دكتور طماطر إني قاعدة. طيب في حاجة مهمة يا محاسن تقوليها للناس طالما أنت الناس أهمية الطب النفسي والمدى. الله يكرمك. لكن في حاجة مهمة يا محاسن، أنا طبعا أول مرة ألاقي نيرس سايكاتريك نيرس سودانية، أنا very proud of you، وبنتهز الفرصة دي وأقول لك إنه عندكم ناس بكم consultant nurses. إحنا اليونت حقتنا فيها 2 consultant nurses، وبتبقوا AC and RC، بتبقوا approved clinician وresponsible clinician اللي قبل شوية كنت بتكلم عنها دي، وبتبقوا leading اليونت كاملة. يعني مرات بيكون consultant nurse هو الماسك حاجات كثيرة جدا جدا، ومعه دكاترة خبرتهم أقل، وبمشوا الشغل بتاع الدواء والأدوية والحاجات زي دي اللي عندها علاقة بالميديكال فيلد، لكن الشغل الثاني كله بيكون شغالة والكونسلتنت نيرس اللي بتكون موجودة في الوحدة. فأنتوا دوركم عظيم جدا جدا في رعاية المريض النفسي، وبتشتغلوا أحسن كمان مرات من ناس ممكن يكونوا كلاسيفايد في الويج بتاع البيمنت ولا بتاع الوجود حقهم في اليونت بطريقة more potent. المستشفيات بتاعت الأمراض النفسية دي ممشينا النيرسز أكثر من مشاعي زول تاني. فكتر خيرك والله، وشكرا جزيلا على مشاركتك دي وعلى إصرارك إنك تكوني موجودة، لأنه فعلا دي الحاجة اللي إحنا محتاجينها. شكرا ليكي. شكرا كثير دكتور طماطم، وانا ما اخذ الروم كثير لكن عشان ما احرفها يعني اخليها مور نيرسينج بيس، لكن كل يعني الموضوع مهم لكل يعني كل شرائح، وانا بجد اشكرك على الفرصه. يعني شكرا لكم كثير نهله وكل الاخوات دكتوره مروه. مرحبا بك يا محاسن وشكرا لك. نمشي لشذا، شذا تفضلي. بس دكتوره طماطم اذا قفلتي مايكك شوي لانه بيهمل زي صدى كده. شذا تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا بك. كيفكم كلكم؟ دكتورة تماطر زيك مشتاقين، كيف حالك؟ اهلا يا شذويا، كل سنه وانت طيبه يا ماما، تفضلي. طيب ان شاء الله.
حقيقة ما داير أخذ من زمنكم كثير، قلت أستغل الفرصة دي اللي هي فيها عدد كبير من الدكاترة ودكتورة مواد الأورا تكلمت عن التخصصات عموما هنا في UK، بس قلت تمنشن سجدة اللي هي المنظمة الأسوشيشن حقتنا سودانيز جونيور دكتورز أسوشيشن. الشغل بتاعنا نحن to support كل الناس الجايين هنا يشتغلوا في UK، سواء انت كان هدفك شغل في حتة معينة، training في حتة معينة، انت قاعد برا لسه في السودان ما جيت UK خايف انه انت هتمشي كيف وهتتسهل لك كيف، يعني الخوف اللي بيسمعوه الدكاترة من برا UK انه التخصصات في UK صعبة شديد، نحن هدفنا الاساسي انه نحن نسهل التخصصات ما صعبة. انا proud اللي ممكن اقول انه نحن السنة دي في التخصص بتاع الكارديولوجي اللي هو يعتبر من اصعب التخصصات، المقعد الأول نمرة واحد كان دكتور سوداني، فنحن قاعدين هنا to support الناس الجداد، الناس اللي بتجي جديد في البلد، التعامل مع الستريس بتاع البلد، كيف تجي بلد جديد وكيف تخش السيستم، كيف تتعامل مع الـ NHS بعد ذاك، كيف هتمشي التخصص سواء كانت الطريقة العادي بتاع التريننج أو الطرق الثانية كانت تتكلم عنها دكتورة تماضر. كل الحاجات دي نحن شغالين فيها عشان نعمل السبورت للناس الجايين، فأي زول جاي هنا please reach out، عندنا نحن قاعدين في الفيسبوك، عندنا الويب سايت حقنا، عندنا جروبات بتاعة واتساب كثيرة جدا فيها سبورت، reach out. التجمع بتاعنا حاليا يوم 27 ويوم 28 مايو حيكون في برمنغهام، دكتورة فواندر زادة حتكون معنا، فريتش اوت وتعالوا ونحن ان شاء الله we will support you as much as we can، وشكرا لكم تصبحوا على خير. طيب انا حابة اوري انه سجدة دي فعلا من الاسوشيشنز ومن المنظمات اللي فعلا بتشتغل يعني كتف بكتف مع النغابة، مع النغابة تحت الأطباء السودانيين، وانكلودت في كل الحاجات اللي بنعملها نحن كنغابة، وهي يعني منظمة لصغار الأطباء معمولة للجونيورز، ولكن الناس اللي فيها مرات قاعدين يكونوا سينيورز، يعني فيها ناس يعني ممكن يكونوا سينيورز، ومعمولة بس عشان تدايركت يو، عشان ياخدوا بيدكم، عشان الناس الصغار يورون كيف انهم ممكن يستمروا في العيش داخل UK دي بطريقه كويسه، وبيتبادلوا التجارب والخبرات. وان شاء الله الايفنت اللي قالتها يعني شذا، انا بشتغل مع الجونيور ديل فور ا لونج تايم يعني، وحنقدم واحده من الورك شوب اللي هي عندها علاقه بالمانجمنت اوف ستريس في الشغل والحاجات دي، وكيف انك انت بتقدر يعني تمشي امورك في البلد دي بحيث انه تضمن منتال هيلث اند ويل بينج كويس، بحيث انه ما تحصل للناس مشاكل. فكلكم معزومين، والناس اللي بتقدر تيجي تحضر الايفنت دي، يعني الحاجات زي دي برسومها رمزيه جدا جدا للتسجيل للمنظمه نفسها، بس عشان تخلي المنظمه تمشي لقدام. وزي ما قال الشزة حبابكم، انا يعني انا فعلا بفتكر سجدة دي من المنظمات الهايلي ريكومندد بالنسبه للقدامى للقادمين الجدد، الناس الجايين ليوكي جديدين، ففعلا بتفتح الشارع قدامهم بصوره كبيره شديد. فشكرا لك يا شزة. يلا يا نهلة بعد نختم. أيوة خلاص كده إحنا على ختام. شكرا لكل الناس الموجودين، وشكرا لدكتور ياسين وحضور دكتور ياسين في هناك، لهم التحية وإنهم صبروا معانا يعني، وزدنا في زمن الزوم بتاعهم شوية، لكن إحنا يا دكتور ياسين بنتحمل الأربع ساعات والثلاث ساعات عادي يعني، فنستنيحكم عذرا لهذه الإطالة يعني، وشكرا لكل مستمعين نادي إدوكيشن هاب. وتفضل يا دكتور ياسين، المايك معك دكتورة طماطم. الله يديك العافية، والله احنا سعيدين الليلة بيكم يا إديوكيشن هاب، ودي إن شاء الله حتكون ضربة البداية عبركم عبر دكتورة طماطم إن شاء الله، وحن يعني نتواصل مع دكتورة مروة ودكتورة شزا برضو بالنسبة للمنظمة بتاعتهم دي، لأنه دي الحياة دي نحن محتاجين لها كثير يعني، فدي الحاجات العالم الموازي هناك في الكلاب هاوس، حنجيب إن شاء الله برضو يشتغل معنا
في مبادرة الباحثين على الفيسبوك. طيب يا دكتورة تناظر، كلمة أخيرة قبل ما نختم. والله أنا طبعا يا ياسين ممتنة وشاكرة جدا. أنا ما حصل أي ريتش أوت للباحثين السودانيين، ما وجدتكم موجودين، والله أنا مبسوطة جدا الليلة إنه أنا جزء من الحاجة اللي تقدمت دي، واشتغلت كتفا بكتف معاكم. ويمكن يعني في حاجة الناس ما عارفينها، إنه كل ما الناس خدتوا يدينا مع بعض كل ما كان نورهم أقوى، مش يعني كل حتة تكون فيها نور صغير 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 مشتتات، they are not going to ما حيولعوا بطريقة كويسة. لكن قرب أي زول ممكن ينور في حتة حتى كان نوره صغير ونوره كبير، خدتهم مع بعض it give a huge light للناس اللي قاعدين، أو حاجة بتضوي لنا نحن في الأول، وبعد ذاك بتضوي لكل زول يعني يعمل في هدى. وشكرا لك وشكرا لوجودك، أنا عارف الزمن عندك يعني قيمته وأهميته والدنيا رمضان. وشكرا لأنور، وشكرا للشاب اسمه، أنا ما عرفت اسمه، جيب لك اللي بيعمل في البيت دي، أحمد داود. ولدنا أحمد، هذا أحمد داود أول مرة أشوفه شو. فشكرا لأحمد برضو، هاي بسمع صوته ما حسيت شكري اسمه. خاص جدا للباشمهندس حسن ده اللي هو صمم لك البوستر. حسن ده يا جماعة في الفاشر، وحسن ده يوم من الأيام كان عايش في معسكرات النازحين في دارفور، وبرضه قدر يتعلم وقدر يعني اتخرج من الجامعة، وبعد ذلك عمل كارير شيفت وبدأ يشتغل يعني مصمم. وتحية له، والله ما حصل يوم من الأيام نحن يعني حسن ده خزننا الكهرباء عليك الله. أنا عايزة 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 حسن، أنا كان ميك اب بزنس مع حسن ده، عليك الله رسل لي رقم تليفونه. أنا أي لايك الشباب زي حسن دي. لا طبعا إذا بيجي عندي أي حاجة أنا أم هابي تو باي، وأخليه يعمل لي شغل أنا بعمله. جدا والله بكل سرور. شكرا جزيلا يا دكتور تناظر، ونحن مقدرين جدا يعني التوعية اللي أنت بتنشر فيها والشغل اللي بتعملي فيه، ودقيتي أبواب كثيرة جدا جدا، ورغم غصاوة الظروف لكن يعني ده حال المبدعين، وده حال الناس اللي بنوروا لنا دروب المعرفة. كتر خيركم كثير، وشكرا لكم يا ناس أستاذ نهلة في إديوكيشن هاب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله يكرمك، مع السلامة. شكرا ياسين، الله يسلمك. الله يسلمكم، مع السلامة. شكرا يا نهلة. شكرا لكم. شكرا لك انتي. دائما متواجدين معنا على Education Hub. وفي الختام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الروم حتكفي دقيقة قبل ما الروم تكفل يا نهلة، بس معليش انا والله بس يعني حابة يعني الناس الموجودين على الشات على الكلب هاوس، والناس اللي بتكتب في صفحتي على الفيسبوك، كميات وطاغات من المحبة والمودة أنا شفتها، وده الحاجة فعلا بتخلي الناس to walk. أنا من الناس ده البنزين حقي، هذه المحبة وهذا الاحتضان. ويمكن ده بيوري ضعفي، يعني في ناس كتيرين بيفتكروا إنهم هم they can walk without يكون في زول بيعمل لهم حاجة. أنا من الناس اللي بتحركوا بهذا الترياق والله، وكل ما كان في ناس حوالي بيقدروا المنتوج حقي وبيكونوا موجودين داعمين ومقدرين وبيقعدوا بالساعات وبيسألوا أسئلة، الأسئلة كلها أنا شفتها يا لؤي وغيركم من الناس وبدر وكل الناس اللي كانت بالليك مي من الأسئلة، هتكون دي حلقات هنرجع نتكلم فيها عن الأمراض النفسية من جديد، لأنه أنا فقدتها كل اللايفات حقتي القديمة، فحابدا من أول وجديد. ويعني أنا متعتي فعلا في أنه أنا أتكلم عن المرض النفسي وأدي أمل لناس عيانين ولأهلهم إنه ده ما آخر المطاف، وإنه البني آدم يعني مصاب، إنه المؤمن مصاب، وإنه الناس بتعيا، وإنه المرض النفسي ده أصله ما في زول يخاف منه، لأنه المرض النفسي يعالج،
ودي انا هفضل اقولها الى ان الى اخر نفس عندي يعني، ولانه انا بشوف الناس بيتعالجوا كيف وبشوف الناس بيستأنفوا حياتهم كيف. فنفسي اهب الامل ده لاي زول فيكم، سواء كان هو لنفسه مريض نفسي او عنده زول من الناس اللي بيحبه مريض نفسي. فانا موجوده وام داون تو يور شوز، زي ما قلت الكلام في الاول بالنسبه لعياني، انا لاي زول انترستد في مدخولي انا كزول بروفيشنال او فيني انا كانسان، انا في الاغلب لا اخذل الناس، انا لا اخذل الناس على الاطلاق. واذا قلت حاجه ما بقدر اعملها ما بقدر اعملها، لانه بتكون في بارير بيني وبين الحاجه دي ان انا ما بقدر اسويها. فعليكم محبه والله وتقدير شديد، واتمنى انه الاطباء اللي قاعدين حاضرين الايفنت اللايف حق الليله ولا الغرفه بتاعت الليله، انهم اذا قدروا في برمنغهام جو في شهر مايو على الاقل الدنيا بتكون دفت، فرصه ان انا الاقي الناس ان بيرسون، وعلى الاقل بقدر اتواصل في الوقت داك بطريقه شكلها بروفيشنال، وفي نفس الحاجه تحفظ لي حقي في انه انا ما اعاني من اي ويلات للتعامل المرات بيكون اوفر ذا كاونتر دي يعني. ادعموا بعض وحبوا بعض واقفوا مع بعض، نحن كشعب يعني يا ريتنا نبطل القصه بتاعت التنافسيه اللا مبرره، نبطل الاذى، نحن شعب مسخن بالجراح، مسخن بالجراح، ما بيستحمل مزيد من الجراح، ما بنستحمل مزيد من اللؤم، وما بنستحمل مزيد من التغريز والاذى وال 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 والحقد والحاجات اللي بنعملها لبعض. يا ريتنا اي زول عنده قوه يدي اخو شنكل، ادوا بعض شنكل، واللي ما بيقدر يعمل شنكل ما تعمل اي حاجه، بس خليك واقف ساي من غير ما تمد يدك تلز الناس الواقفين بيعملوا في الشنكل دي، ما تلزهم خليهم. فانا اتمنى انه فعلا الحاجه دي تصل للناس. نحنا مرات كثير البني ادم اللي ما بيقدر يخدم وجوده هو بس بعيد من مواطن الاذى بيخلي غيرك يمشي لقدام. واعرف تماما مهما انت كنت جواك بني ادم حاقد وراصد ومتردس ومترصد ومتربص ومسيء وبتذم الناس وبتتلائم على الناس وبتصير على انك انت يعني تأذي الناس الموجودين حوالينك، ده بيرجع عليك انت في النهاية. ولا يضير الآخرين ولا يأخذ من أجورهم شيء. في ناس بيزيد الاتغاد حقهم كل ما كان حوالينه الناس بيكرهوهم، أو في حوالينه الناس بيحاولوا يقللوا من قيمتهم، أو في ناس بيحاولوا يشككوا فيهم. إحنا شعب عندنا موارد ضعيفة جدا، يا ريت الناس الشايني أبدل خلوهم. أي زول بيقدر يخدم وأي زول بيقدر يديك حاجة وما طلب منك شيء، ما طلب منك حاجة، أنت مفروض تخاف من الزول اللي بيسألك الخير أو بيقول لك الديني، اللي بيقول لك الديني بعد ذاك فتش وشكك في نواياه. لكن اللي بيجيك دايركتلي ما عنده حاجة عندك، بيقعد في لايفات زي دي ولا بقدم خير ولا بيمشي في منظمات طوعية ولا بقدم عمل عادي ساي، ما تابوم ما تابوم. إحنا الناس اللي بيقدموا روحهم للحاجات دي ما كتار شوية، وكل ما كان في أذى للناس اللي بتقدم روح الباقيين اللي بيكون عندهم رغبة بيقولوا ما شفنا فلان وعلتكان قبل كده حاولوا وتمت أذيتهم، فما في زول بيكون داري يقدم نفسه لأذى. فربنا يصلح حالنا وحالكم. وشكرا يا نهلة، يعني أنا ما حصل جيتك لقيت إنك أنت ممكن تكوني مثلا ما فاضية أو أنت ما قادرة تعملي الحاجات، وإن شاء الله ملح البامية يكون طلع كويس يعني، ولحمته طلعت كويسة وحاجاته كانت ممتازة يعني. ورمضان كريم عليكم. انا ما مصدقه انه انا الليله قدرت صحيت عشان اقدر اتكلم، لكن ان شاء الله مع بعض رمضان هنرجع نتكلم في سلسله كامله عن الامراض النفسيه شكلها واشكالها وامكانيه التعافي منها وكيف الناس بيبقوا كويسين وكيف الناس ممكن نحافظ عليهم ما يمرضوا وكيف الامراض اللي عندها علاقه بالانتكاس الناس يقيفوا فيها. وانا ام هابي ويز اي كوميونيكيشن مع اي زول قرر انه يبقى طبيب بتاع امراض نفسيه to light in front of them، بذات الناس اللي بيجوا UK. أي زول حاب يجي يشتغل في الحتة اللي أنا شغالة فيها، أنا عندي input كبير جدا جدا في الريكروتمنت. I can help في الريكروتمنت بتاع الناس عشان يجي يشتغلوا عندنا في التراست. I can take the paper حقت الناس والسي فيز وديها للناس بتاعنا الهيومن ريسورس و I will be a reference حقهم. فأي زول قاعد في UK هنا أو جاي UK وحاب إنه يخش في السايكاتري، فعارفوا إنه أنا موجودة وأنا متعودة أمسك الناس الجداد ديل وأنا اللي بشتغل الأبريزل. وانا اللي اول هولد يور هاند، انا اللي بديك كتفي تتكي عليه لحد ما تجيب على حيلك. لا جزاء ولا شكوره ولا لا تقول لي ذات يا تمادر الله يديك العافيه، لكن في ذا اند اوف ذا داي الناس تقدر تمشي والناس تقدر تحفر شارع قدامها. فشكرا جزيلا لكم كلكم، محبه خالصه لوجه الله تعالى،
وسلام وتقدير واحترام، ونحن ابروشنج العشر الاواخر من رمضان. يا ليتنا ندعو لبعضنا البعض. انا والله لا اتعشم شيء غير الدعاء لي وللبنات، فادعوا لي وادعوا لكم، وربنا ان شاء الله يجي على الخير فينا كلنا ويوفقنا محل ما كنا. وقسمة اي زول بياخدها، فعشان كده حاول انك انت تتقاسم هذا البهاء مع غيرك من الناس. كتر خيركم وبارك الله فيكم وسي يو فيري سون. شكرا يا نهلة، مع السلامة. شكرا يا دكتورة تماضر، سبحان الذي لا ينسانا ولا ينساك. والبامية طلعت مصبوطة والله تستاهلك، لكن طبعا ما كترت فيها لانه خفت حالة بتاعت الاغمى بعد الفطور. يا حبيبتي يا حبيبتي بالهنا عليكم ان شاء الله، ربنا يقدرنا عليه. يا حبيبتي نشكر الحضور كلهم ونقول لكم كل عام وانتم بخير وعام سعيد عليكم ان شاء الله، وعساكم من عواده وربنا يبلغكم رمضانات واعياد كثيره ان شاء الله وانتم تامين وسالمين. امين. وفي صحه وسلام وسعاده. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هنقفل الروم في 5 ثواني. طيب شكرا جزيلا يا اخواننا، انا اسفه ان انا مسكتكم فور ا لونج لونج تايم يعني، وكتر خيركم والله، محبه شديده وتقدير، وكل سنه وانتم طيبين. ويمكن نتلاقى بعد تاني في العيد، انا ما اظن يكون عندي مروه الليله، اي انفست ايفريثينج داي يعني عشان اقدر اجي معاكم هنا واتكلم. فكتر خيركم وان شاء الله ربنا يعيننا جميعا على الحاجه اللي بنعملها دي، واتمنى انه انا اشوفكم فيري سون واشوفكم كويسين وطيبين وبخير وعافيه، لا فاقدين ولا مفقودين. يلا تصبحوا على خير والسلام عليكم، وتسحور كويس، سحور ممتاز يعني. يلا باي باي، مع السلامه.